الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة مباراة هامة جدا كالعادة، يعني كل يوم الحقيقة توالي المباريات وتوالي النقاط إن شاء الله خلال الفترة القادمة. المباراة السابقة النادي الأهلي خد 3 نقاط في الدوري العام المصري، النهاردة إن شاء الله مباراة أخرى في الأسبوع 23 في الدوري العام المصري. نادي الأهلي سيواجه فريق الداخلية في واحدة من المباريات الصعبة وواحدة من المواجهات التي ينتظرها كل عشاق النادي الأهلي، خصوصا بعد تعثر نادي بيراميدز أمس أمام الجونة واقتراب النادي الأهلي من الوصول إلى المركز الثاني إن شاء الله. بعد كده بقى نبص على اللي قدامنا. زي ما حضراتكم عارفين دائما الأهلي لما بيتقدم وبيوصل لنقطة صعب قوي ان انت تنزله، وبالتالي مباريات مهمة جدا وثلاث نقاط هامة جدا جدا خلال الفترة القادمة. النهاردة مباراة الداخلية ان شاء الله يوم الاحد القادم، مباراة الجونة، وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما بقول لحضراتكم ان النادي الاهلي خد قراره في اول السنة ان هو هيلعب دوري مجموعة واحدة، وبالتالي هيتحمل او قال ان هو هيتحمل كل ما يحدث، وبالتالي عندما تم وضع جدول من اتحاد كرة القدم خاص بأن تلعب كل 3 أيام مباراة بما فيهم البطولات الأفريقية، وتسافر لتنزانيا وترجع من تنزانيا، وتسافر اسكندرية وتروح برج العرب، وتسافر على أو تروح التجمع الخامس وترجع من التجمع الخامس، النادي الأهلي ملتزم بكلمته حتى هذه اللحظة وبيلعب كل المباريات، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة زي ما حضراتكم عارفين توالي المباريات بيصعب جدا جدا من مهمة المدير الفني ومهمة اللاعبين. بيبقى فيه بعض حالات من الزهق، بعض حالات من التعب، بعض حالات من الإصابات، ولكن كل ده إن شاء الله مجموعة اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي والجهاز الفني يستطيع إن شاء الله أنه هو يتفوق على كل هذه الأمور ويعدي كل هذه الأمور. الفترة اللي احنا فيها دي عارفين ان هناك بعض القصور في الاداء ودايما بنتكلم عنه هنا في ملعب الاهلي، ولكن في النهايه 3 نقاط هي الاهم لحين ان شاء الله وصول بقى الدفعه الثانيه من المستشفى كله يرجع بالسلامه ان شاء الله، وتبقى الامور مختلفه تماما، وهيبقى عند مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي الكيفيه في ان هو يلعب مين وما يلعبش مين، وكل ال 28 ولا 30 واحد اللي تم قيدهم هيبقوا متواجدين ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. النهارده في قائمه النادي الاهلي مروان محسن بيعود مره اخرى بعد اصابه لمده 2 أو 3 أسابيع كان بعيد فيهم عن الفريق، ولكن بيعود الى القائمه مره اخرى. هنشوف اذا كان موجود في ال 18 ولا لا، ده هنقول لكم عليه كله في وقته. ولكن النهارده الحقيقه لقاء مع من عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع احمد رئيس الكاف. الحقيقه المهم جدا الموضوع ده بالنسبه لنا عشان الناس تعرف قد ايه ان على اعلى مستوى في الدوله الكل عايز يشوف ماذا سيحدث في بطوله الامم الافريقيه، الكل مهتم، الكل بيحاول ان هو يساعد فيما حدث أو فيما سيحدث في شهر 6 القادم، هذه البطولة القارية الكبيرة جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين صور للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أحمد رئيس الكاف، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد إدى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعار الكاف كهدية منه للرئيس عبد الفتاح السيسي ولهذه الدولة الكبيرة جدا من وجهة نظر طبعا ومن وجهة نظرنا كلنا، ولكن أيضا ده كلام أحمد عندما قال إن هو بيشكر كل العاملين وكل اللجان اللي تابعة للجان التنفيذية التابعة للجنة التنفيذية الرئيسية أو اللجنة التنفيذية الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الاهتمام من اعلى فرد في الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقابل النهارده احمد علشان يطمنه على الاجراءات المتخذه خلال الفتره اللي جايه علشان تظهر بطوله الامم الافريقيه ان شاء الله في شهر 6 القادم بشكل مميز كالعاده. الكل بيجمع على ان مصر ستنظم واحده من افضل البطولات الافريقيه خلال الفتره اللي جايه، الكل بيجمع ان مصر ان شاء الله كل المسؤولين اللي موجودين في مصر دلوقتي من اول وزير الشباب والرياضه او من اول الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء
مصطفى مدبولي والسيد الوزير أشرف صبحي وكل العاملين في مجال الرياضة. الكل مهتم الآن بهذا الحدث القاري الكبير جدا جدا زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة في التصريحات الصحفية للدكتور أشرف صبحي. قال إن في 2.1 مليار نسمة بتتفرج على بطولة الأمم الأفريقية، وبالتالي يجب أن يكون التنظيم جيد جدا، يجب أن تكون الملاعب جيدة جدا، يجب أن تكون المواصلات كل حاجة تبقى حلوة إن شاء الله خلال الفترة القادمة وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتستطيع مصر أن تنظم واحدة، من وجهة نظري إن مصر ستستطيع أن تنظم أفضل نسخة لبطولة الأمم الأفريقية إن شاء الله إن شاء الله في شهر 6 القادم، على الرغم من إحنا مش مرتبين الموضوع من بدري وهي كلها 4-5 شهور أو من شهرين فقط أو من شهر ونص تحديدا اتقال إن مصر أو فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية. عشان كده أنا بقول لحضراتكم النادي الأهلي دايما بيبقى واقف في مثل هذه الأمور. النادي الأهلي وجمهوره ومسؤوليه ولاعبيه وكل الناس اللي متواجدة في النادي الأهلي دايما بتقف مع الدولة في مثل هذه الأمور، ودايما بتحاول أن تساعد بشتى الطرق، سواء جمهور سواء مسؤولين سواء إداريين سواء لاعبين، الكل بيساعد في نجاح هذه البطولة الهامة جدا زي ما قلت لحضراتكم. 2.1 مليون نسمة بيتفرجوا على هذه المباراة. تخيلوا بقى حضراتكم ان العالم كله او ال 2.1 مليار نسمة بيتفرجوا على مصر، بيتفرجوا على تنظيم كأس الأمم الأفريقية. دي طبعا صور من بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في 2006 إن شاء الله الافتتاح، وده إن شاء الله نشوف افتتاح أفضل من ده ونشوف إن شاء الله تنظيم رائع جدا. العالم كله هيقعد يتفرج، العالم هيقعد يتفرج على الملاعب، على مستوى التنظيم، على مستوى النجيلة، على مستوى الترتان اللي موجود خارج النجيلة، على مستوى الافتتاح، وعلى مستوى اللاعبين في المباريات، وعلى مستوى ختام البطولة. كل حاجة إن شاء الله هتبقى كويسة جدا. وزي ما حضراتكم عرفتوا خلاص تم إقرار 6 ملاعب هي اللي هيتلعب عليها هذه البطولة. كل الملاعب فيها المواصفات إنها تكون ملاعب رائعة، ملاعب جميلة، ملاعب مهتم بها من أول السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة. الكل مهتم بهذه البطولة، الكل بيهتم بشكل مصر خلال الفترة اللي جاية، لأنها زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير جدا في العالم كله بيتابع هذه البطولة. إن شاء الله كل التوفيق لكل المسؤولين على هذه البطولة. احنا دائما ما نساند، أو النادي الأهلي دائما ما يساند الكل، سواء مسؤولين أو إداريين أو جمهور. جمهور النادي الأهلي هو من سينجح هذه البطولة إن شاء الله خلال الفترة القادمة. كل التوفيق لمنتخبنا أو لمسؤولين عن هذه البطولة. طيب، زي ما حضراتكم عارفين النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا، ولكن النهاردة هيكون عندي 3 من النجوم الكبار، كابتن ماهر همام نجم الكبير، كابتن ماهر همام ونجم الكبير أيضا كابتن أحمد بلال وكابتن أسامة حسني المهاجم الكبير في النادي الأهلي. أيضا هيكون معنا زي ما حضراتكم تعودتوا بقى خلال الفترة اللي فاتت، هيكون معنا كابتن سمير عثمان لتحليل أداء التحكيم، وهيقول لنا رأيه ما قبل المباراة وهنشوف رأيه ما بعد المباراة. زي ما حضراتكم عارفين النهاردة أيضا كان في 3 مباريات في أو هيبقى في 3 مباريات. الأولى كانت ما بين المقاولون العرب وسموحة، واستطاع عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن يفوز على المدير الفني لنادي سموحة كابتن عادل عبد الرحمن بهدفين مقابل هدف. أحمد علي بيعتلي صدارة الهدافين بعد إحرازه 2 اليوم ليكون 1 من الهدافين الكبار في الدوري العام المصري، أو متساويا مع محمود علاء اللي حاليا بيلعب، أو النهاردة الحقيقة محمود علاء مصاب، ولكن الزمالك حاليا بيلعب مع طلائع الجيش، وما تزال النتيجة 2-1. هقول لحضراتكم دلوقتي النتيجة كام. وأيضا في مباراة التالتة اللي هتكون النهاردة مباراة النادي الأهلي والدخلال، الزمالك متفوق على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد حتى هذه اللحظة، ودايما هقول لحضراتكم نتيجة هذه المباراة. طيب خلينا نروح بقى نشوف جرافيك هذه المباراة، وعندنا ايه النهاردة هنقوله لحضراتكم على مباراة الأهلي والدخلية. مباراة الأهلي والدخلية إن شاء الله النهاردة 20 فبراير 2019 في بداية الأسبوع 23. أكبر فوز للأهلي على الدخلية 4-0 مرة واحدة، و3-0 أيضا مرة واحدة، و3-1 مرة واحدة فقط.
اكبر فوز للداخليه على النادي الاهلي كان 1-0 مرتين، اما هدافه النادي الاهلي والداخليه في مبارياتهم مع بعض سعد سمير ووليد ازارو ووليد سليمان وعماد متعب اللي بنقول له كل سنه وانت طيب. النهارده عماد متعب عيد ميلاده، كل سنه وانت بالف خير. طبعا ما عرفناش نعمل له اي حاجه، لكن عشان طبعا الله يرحمه دكتور خالد توحيد رئيس قناه النادي الاهلي، ولكن عماد متعب سيظل دائما في قلوب كل الاهلاويه. ملك ايفونا المحترف اللي كان موجود في النادي الاهلي ودلوقتي في الصين، سليماني كوليبالي ايضا الهارب من نادي الاهلي، 6 لاعبين من الداخليه لكل منهم هدف واحد. اول واخر مباراه بين النادي الاهلي والداخليه في بطوله الدوري العام، اول مباراه بين الفريقين كانت 2 نوفمبر وانتهت 2011 وانتهت 3-1 لصالح النادي الاهلي، اما اخر مباراه بين الفريقين كانت 29 ديسمبر 2018 وانتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. احرز اول اهداف النادي الاهلي وائل جمعه، نجم الكبير وائل جمعه اللي كنا بنحتفل برضه معاه النهارده بفوزه بالسوبر الافريقي. النهارده كان وائل جمعه واحد من الناس اللي ساهمت في فوز مصر او فوز النادي الاهلي بالسوبر الافريقي. احرز اخر هدف ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي، اما اول هدف للداخليه احرزه ارمين فاليه، واخر هدف احرزه حسين رجب اللي انتقل الى نادي المصري البورسعيدي. قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، شريف اكرام، الشناوي، وعلي لطفي. النهارده النادي الاهلي عنده ثلاثه من حراس المرمى متواجدين في قائمه اليوم، وخط الدفاع هاني ومحمد هاني وياسر ابراهيم، ايمن اشرف، سعد سمير، علي معلول، وخط الوسط هشام محمد وعمرو السوليه، كريم ندفد، ناصر ماهر، وحمدي فتحي، واحمد الشيخ، واحمد حمودي اللي بيعود ايضا من الاصابه، وحسين الشحات، وجيرالدو، وجونيور اجاي، وصلاح محسن، ومروان محسن. الحمد لله على سلامه مروان محسن واحمد حمودي. طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي، كيف سجل النادي الاهلي 29 هدف في الدوري العام حتى الآن؟ النادي الأهلي سجل 29 هدف، سجلهم إمتى؟ ده اللي هنستعرضه مع حضراتكم. زمن التسجيل من الدقيقة 1 للدقيقة 15 النادي الأهلي أحرز 3 أهداف، أما من الدقيقة 16 للدقيقة 30 النادي الأهلي أحرز 5 أهداف، من الدقيقة 31 وحتى الدقيقة 45 4 أهداف، من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 5 أهداف. أما المناطق المحببة أو الوقت المحبب للنادي الأهلي ولجمهوره، الدقائق الأخيرة من الدقيقة 61 للدقيقة 75 6 أهداف، ومن الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 6 أهداف. النادي الأهلي كيف استقبل 13 هدف دخلوا في مرمى النادي الأهلي في الدوري حتى الآن؟ زمن الاستقبال من الدقيقة 1 للدقيقة 15 هدف واحد فقط، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدف واحد أيضا، أما من الدقيقة 31 للدقيقة 45 أيضا هدف وحيد، من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 5 أهداف دخلوا في مرمى وشباك النادي الأهلي، أما من الدقيقة 61 للدقيقة 75 ولا هدف تم إحرازهم في مرمى النادي الأهلي، من الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 5 أهداف. وبالتالي أول أو بداية الشوط الثاني ونهاية الشوط الثاني هم دول الأوقات اللي بيحرز فيهم أهداف في النادي الأهلي. الداخلية بقى، أما زمن التسجيل في الداخلية أحرز هدفين من الدقيقة في أول ربع ساعة، أما ثاني ربع ساعة أحرز 4 أهداف، آخر ربع ساعة في الشوط الأول بأحرز 8 أهداف، وهو المعدل الأكبر لإحراز الأهداف بالنسبة للداخلية في آخر ربع ساعة في الشوط الأول. اما في اول ربع ساعه في الشوط الثاني 4 اهداف، اول ربع ثاني ربع ساعه في الشوط الثاني هدف وحيد، اما اخر المباراه او اخر ربع ساعه في المباراه النادي الداخليه بيحرز برضه معدل كبير 7 اهداف في الدقائق الاخيره بيحرزها نادي الداخليه. الداخليه استقبل حوالي ادي 20 23 25 26 28 هدف. عدد الأهداف اللي استقبلها فريق الداخلية، إمتى بيسجل الأهداف في فريق الداخلية؟ أول ربع ساعة 5 أهداف، تاني ربع ساعة في الشوط الأول 3 أهداف، أما المعدل الكبير جدا آخر ربع ساعة في الشوط الأول النادي الداخلية بيستقبل دائما في مرماه أهداف كثيرة، استقبل حتى هذه اللحظة من ال 28 هدف 10 أهداف، أما أول ربع ساعة في الشوط الثاني هدف وحيد فقط،
وتاني ربع ساعة في الشوط الثاني هدفين. أما برضو معدل كبير جدا جدا في آخر ربع ساعة في المباراة، نادي الداخلية استقبل 10 أهداف. إذن نادي الداخلية في آخر ربع ساعة في الشوط الأول 10 أهداف، وآخر ربع ساعة في المباراة بيستقبل أيضا 10 أهداف، 20 هدف من الأهداف اللي دخلت في فريق الداخلية دخلوا في هذا التوقيت. عفوا، زي ما حضراتكم عارفين الأهلي في المركز الثالث، لعب 19 مباراة قبل هذه المباراة، فاز في 13، تعادل في 3، هزم في 3، له 29 عليه 13، يملك من النقاط 42 نقطة. أما الداخلية في المركز ال 14 لعب 22 مباراة، فاز في 4، تعادل في 10 مباريات، وهزم في 8، له 26 هدف عليه 31، كمان مش 28 عليه 31 هدف، يملك من النقاط 22 نقطة. هداف النادي الأهلي مروان محسن العائد من الإصابة والمتواجد في قائمة العشرين اللي متواجد النهاردة في النادي الأهلي. أما هداف الداخلية وحسام باولو ثالث الهدافين في الدوري العام المصري بعشرة أهداف. آخر حاجة معنا حكام مباراة اليوم، حكم للساحة كابتن محمود البنا، حكم مساعد تحسين أبو السادات، أيضا الكابتن أحمد توفيق حكما مساعدا، حكم رابع جلال أحمد، وحكم خامس سعيد حمزة، ومحمد عبد العزيز. ده طاقم التحكيم في مباراة اليوم. هنطلع تقرير عن مواجهات الفريقين وهنرجع نكمل بقى مع حضراتكم بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي بعد تقرير عن مواجهات الفريقين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو هنقول لحضراتكم بعض الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، وطبعا عندنا مباراه مهمه النهارده، وبعد كده ان شاء الله يوم الاحد مباراه اخرى هامه جدا ايضا مباراه الجونه. اولى هذه الاخبار اللي عندنا، الاهلي بيبدا اخر استعداداته لمواجهه الجونه بكره ان شاء الله، هيبقى اول استعداد للنادي الاهلي. طبعا النهارده الاربع، بكره الخميس، الجمعه، السبت، مباراة الجونة إن شاء الله هتبقى يوم الأحد القادم في الأسبوع أو ضمن الجولة 24. محمود وحيد أيضا بينتظم في مران النادي الأهلي. محمود وحيد كان عنده شوية برد الحقيقة بعدته عن مران النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت، ولكن رجع بالسلامة وانتظم في تدريبات النادي الأهلي. أيضا الخبر اللي بعد كده، النهارده كان الصبح في مران للغائبين عن النادي الاهلي قبل مباراه الداخليه والاهلي. مجموعه كبيره من اللاعبين اللي كانوا متواجدين النهارده ادوا مران قوي جدا 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 الصبح النهارده علشان يقدروا يكملوا مع الفرقه خلال الفتره اللي جايه. محمود وحيد، احمد علاء، وليد ازارو، باسم علي، رامي ربيعه، احمد فتحي، وعربي بدر، ومحمد شريف، وصالح جمعه، واسلام محارب. دي المجموعه اللي عملت تمرينه قويه جدا النهاردة الصبح. أما وليد سليمان وحسام عاشور بيستكملان على برنامجهما التأهيلي. الاثنين زي ما حضراتكم عارفين برضو بقالهم فترة مصابين، حوالي وليد بقاله 3 أسابيع وحسام عاشور بقاله 10 أيام، والاثنين ابتدوا يرجعوا خلال الفترة اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي وبيكملوا برنامجهم خلال برنامجهم العلاجي. ايضا عندنا خبر اخر من عمرو جمال بيؤدي برنامج تاهيلي مكثف. عمرو جمال الحقيقه بعد ما تم قيده في القائمه المحليه اصيب في العضله الاماميه، ولكن برنامج تاهيلي مكثف لعوده عمرو جمال مره اخرى. اخر خبر عندي، محمد نجيب بيبدا تدريبات الجري. محمد نجيب ابتدى خلاص يعود مره اخرى، واحد من المدافعين الكبار اللي متواجدين في النادي الاهلي، واحد من المدافعين الحقيقه اللي دايما لما كنت بتعوزه كنت بتلاقيه. محمد نجيب دائما واحد من المدافعين المتميزين داخل النادي الأهلي. دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة اليوم. من بكرة على طول هيبدأ الاستعدادات لمباراة الجونة القادمة، لكن هنتكلم في كل ده بعد بقى نهاية المباراة. لكن دلوقتي هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراة ورؤيته
عن هذا الطاقم، ونستنى بقى بعد المباراة إن شاء الله ما تكونش تبقى مباراة جميلة ويستمتع أو تستمتعوا بها حضراتكم، وما يبقاش فيها أخطاء زي اللي احنا كنا بنشوفها خلال الفترة اللي فاتت. كل التوفيق لطاقم التحكيم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل كابتن سمير عثمان.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم، النجم الكبير كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن؟ اهلا وسهلا كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله. اتكلم عن حكام مباراه اليوم، حكم الساحه. اتفضل كابتن سمير. محمود البنا الحكم الدولي، ومع تحسين ابو السادات حكم دولي مساعد، واحمد توفيق طلب حكم دولي مساعد، ومع حكم رابع جلال احمد، والحكم الاضافي الاول سعيد حمزه، والحكم الاضافي الثاني محمد عبد العزيز. طاقم حكام دولي بالكامل اللي هيديروا المباراه يا كابتن اسلام النهارده، ومباراه مهمه لطاقم الحكام قبل ما تبقى مهمه للفريقين. النهارده كل حكم بيلعب مباراه بالنسبه له بتبقى تحدي ليه، خاصه الحكم ده لو ماشي بمسيره ناجحه وماشي باسلوب كويس. طالما انه ماشي باسلوب كويس كل مباراه ليه بتبقى تحدي اكبر عشان يثبت نجاحه. النهارده اتمنى لهم التوفيق. مباراه الاهلي والداخليه عامه تتسم برضو بتبقى مباراه اللي فيها اللعب ضيق شويه في الملعب، صح، والكره مش سهله، وطالما اللعب ضيق والكره مش سهله بتبقى الاخطاء الفنيه كتيره في ارض الملعب. علاوه ان الملعب طبعا لو صغير زي ملعب بتروسبور النهارده بتروسبورت برضه هتبقى العمليه هتبقى فيها صعوبه شويه. طاقم الحكام يبقى محتاج طبعا محمود البنا يبقى متدخل كتير قوي في معلش يا كابتن. دي لحظه وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه مباشره امام حضراتكم من ملعب المباراه في بتروسبورت، ومارتن لاسارتي وكابتن ماهر عبد العزيز وبقيه الجهاز الفني، كابتن سامي قمصان وكابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز الفني واللاعبين في طريقهم الى ارض او غرفه الملابس لتغيير اولا ثم التسخين بعد كده ثم بدايه المباراه في تمام الساعه 8 مساء. اتفضل يا كابتن سمير. من ضمن طاقم الحكام النهارده اللي هيبقى عليه برضو ماموريه كبيره هو الحكم الرابع اللي موجود خارج ارض الملعب، هتبقى مسؤوليته برضو كبيره النهارده عشان برضو بين الاجهزه الفنيه لازم يبقى هادي في كتير من الامور وما يحسش حكم المباراه باي مشاكل داخل او خارج ارض الملعب. النهارده محمود البنا يعتبر ظهور رقم الثاني ليه بالنسبه لمباراه الاهلي وكذلك برضو لنادي الداخليه. يعني ان شاء الله يعني محمود من الحكام اللي نادرا اما تلاقيهم موجودين دلوقتي في الساحه المصريه، اما تلاقي كابتن اسلام حكم انت بتستريح له. طالما ان الفرقتين بيستريحوا للحكم قبل المباراه، نعم، ومعوش ومفيش اي لغط او مشاكل حوالين اسمه بتسهله كتير من ادارته للمباراه. الدنيا هاديه اليومين دول يعني الحمد لله. طالما ان الاداء ماشي الحمد لله ومفيش مشاكل، وخاصه زي ما اتفقنا قبل كده خاصه داخل منطقه الجزاء بتبقى الامور بتعدي على خير. وماتش بالنسبه لمحمود ده ماتش يعني بالنسبه له ان شاء الله يعني ماتش مش صعب يعني بالرغم حساسيه المباراه. لا حساسيه المباراه دايما المباريات الداخليه بتبقى مباريات صعبه على النادي الاهلي. كابتن علاء عبد العال فاهم فريق النادي الاهلي كويس جدا. انا هتكلم طبعا في الناحيه الفنيه مع نجوم الكبار الكابتن ماهر امام والكابتن احمد بلال والكابتن اسامه حسني، ولكن معروف ان الكابتن علاء عبد العال بيقفل كويس وبتبقى الامور دايما ضيقه، فما بالك بقى في ملعب بتروسبورت كمان. ما دي هتطلب مجهود اكبر بقى من محمود والطاقم مع تحسين ابو السادات واحمد توفيق طلب، وخاصه برضو الحكام اللي ورا الجول حكم الاضافي سعيد حمزه ومحمد عبد العزيز. لازم يبقوا مركزين جامد جدا النهارده في المباراه عشان يبقوا مساعد ليه، ما يبقوش حمل على محمود البنا، لان الحكم الاضافي اللي واقف ورا الجول لو ما عندوش خلفيه جيده وعنده قرارات جيده ورؤيه فنيه كويسه ممكن بيبقى بدل ما يبقى عامل مساعد للحكم ممكن يبقى عامل سلبي على الحكم ويبقى حمل عليه طوال المباراه. طيب كابتن سمير، قبل بس ما نروح نشوف تقرير عن الحكام عايز اسال حضرتك عن رايك في الحكم الكرواتي في مباراه امس في مباراه الجونه والبيراميدز. تمام، ايه راي حضرتك؟ إنه كان عنده اهم كوره اللي هي بتاعه الطرد بتاعه علي جبر. طبعا ده هنا خد قرار سليم جدا، قرار سليم. الكوره دي يا كابتن مش اللعيب قريب يعني احمد الشناوي قريب من ما هو يعتبر لو احمد الشناوي حتى برضه القريب ده اخر لعيب يعني هنا احمد الشناوي لو وبالتالي هي طرد 100%. بس كان ممكن بقى لو علي جبر برضه ملم بقانون كره القدم كان واقف قدام لا كان عمل تاكلين برجله او ضربه برجله. حلو، لو ضربه برجله هتتحول من كارت احمر لكارت اصفر. ازاي؟ ما هو ده قانون جديد بقاله 3 سنين، بس المشكله عندنا لعيبه ولا بيقروا ولا عارفين ولا بيشوفوا فعلا. دي حاجه تحزن يعني طبعا. ده لعيب دولي كبير لازم يبقى عارف الحاجات دي يعني خلاص هي ضربه جزاء وعارف انها ضربه جزاء وهو باخر لعيب. انت علي لو فاهم قانون اللي هو بقاله 3 سنين بدل ما كنت تنزل عليه بايدك لا انت لو خبطته برجلك
برجلك يبقى خلاص انت بتحاول تلعب على الكوره بنص صريح دلوقتي لاتحاد كره القدم. انت خلاص هتحول من الكارت الاحمر لكارت اصفر. انما لو بتعمل منافسه على الكوره بايدك وده مش حقك طبعا هتبقى ايه هنا لازم كارت احمر. نفس القصه لحارس المرمى. يعني هنا حارس المرمى برضو لو هو ده تعديل غريب قوي يا كابتن. لا ده بقاله 3 سنين ده جه في مصلحه المدافعين. لكن هو في نفس الوقت ما هو في الاخر برضو بيعيق المهاجم ان هو يجيب جول. بس هنا اللعيبه يا كابتن اما جم خلي بالك التعديل بتاع قانون كره القدم الاخيره ده خدوا معظم راي اللعيبه اللي بيلعبوا في المكان ده الثيرد باك والليبرو. تمام قالوا طب احنا في بعض الاحيان احنا بنحاول نلعب الكوره بس عشان القانون طبعا اتغير دلوقتي خلاص ما فيش كلمه التعمد في اهمال او استخدام قوه زايده او تهور احنا بس بنلعب على الكوره. مش قاصدين بتبقى كارت احمر. فقانون كره القدم هنا قال لك لو في التحام على الكوره بالرجل داخل منطقه الجزاء هتتحول من انذار لطرد. نصعبها شويه بقى لو كان الانفراد ده خارج منطقه الجزاء. خارج منطقه الجزاء سواء تم الاعاقه بالايد او بالرجل هتبقى كارت احمر طالما انت اخر مدافع. انما داخل منطقه الجزاء ادى فرصه للمدافع انه يلعب برجله. لو لعب برجله وضرب اللعيب وضرب اللعيب حتى لو ضربه متعمد هتبقى كارت اصفر على اساس ان ده بيحاول يلعب الكوره. معلومه مجانيه لكل السردباكات اللي عايز تعمل لازم يفهموها دي مهمه دي جدا والله. يعني انا امبارح توقعت ان علي ده لعيب من منتخب مصر كبير هو لو عارف القانون كان يعمل التاكل ويضربه ويخبطه كده كده هيخبطه هي كده كده ضربه الجزاء بس بدل ما تبقى طرد بقت انذار. طبعا ده الحكام عارفين طبعا الموضوع ده وبالتالي حكم الدرجه الثالثه عارفها. حكم الدرجه الثالثه اللي داخل انت الامتحانات اللي عنده 18 سنه لازم يبقى عارف معلومه زي دي اللي بقى لها 3 سنين. ده من ضمن الحاجات برضو اللي اقرها لجنه الايفاب. انت شايف ان هو حكم الكرات كان جيد امبارح؟ امبارح كان جيد قراراته كويسه. معظم قراراته بصراحه كانت جيده ولياقته البدنيه عاليه. ده حكم ممكن الحكام المصريين يستفادوا منه. ممكن يستفادوا منه. وفي مشكله حصلت سواء الناس قالت ان في قد تكون ضربه الجزاء الهدف الاول قد تكون ناس قالت ان هي ضربه جزاء للجونه قبل ما يجي الجون الاول. انت اتفرجت على اللعبه اللي كانت معموله كده بالعرض كانت بالعرض واللعب. بص هو العمل يعني انا كنت ريسك عالي جدا فاول على هو استخدم انت عاوز تبقى فاول عكسي الناحيه الثانيه فاول على الجونه فاول على الجونه. لا بص هو من وجهه نظره كتقديره هو يعني كتقديره هو واضح انه لعب كوره فكان تقيل جدا ان هو بيشوط ايوه والتاني مدد بالظبط مدد رجله وبعد كده في احتكاك. في حكم ممكن يحسبها على فكره ركله حره مباشره في وقت يحسبها ركله جزاء بس الاعلى اللي عمله امبارح اللي اداها تحت فرصه بالرغم ان تحت الفرصه داخل منطقه الجزاء هي مش ممنوعه بس هي مش محبوبه. تمام عشان في ناس للاسف بيقولوا ما فيش تحت فرصه داخل منطقه الجزاء بحكم القانون. لا كل ما قالش كده تحت الفرصه تعملها في اي حته في الملعب. بس بقى في حكم عن حكم حكم تقيل ولا حكم خفيف بتفرق. ده التميز بين الحكام. علاوه بقى المشكله اللي حصلت في قبل نهايه المباراه بحوالي دقيقه بين احمد علي وعمر جابر برضو فيها تريس عالي منه. قاعد عمال بيتفرج جوه وغايه ما الدنيا هديت يعني ده من الحكام اللي احنا ممكن نستفيد منه خلال الفتره الجايه. كابتن سمير عايزين نعمل حلقه ان شاء الله نبقى نرتبها انا وحضرتك نعمل حلقه برضو للقوانين القانون الجديد برضو نفهم الناس ونفهم اللاعبين خلاص ان في بعض القوانين الجديده نزلت يا جماعه من حقك انت كلاعب ان انت تستخدمها. بالظبط كده في حاجات كتيره يا كابتن. حاجات ممكن انت ممكن تستخدم برضو وقت يعني تعمل وقت ضايع قانوني والحكم ما يقدرش يعاقبك. بالظبط بالظبط حاجات كتيره ممكن نقولها. طيب يبقى هنعمل حلقه ان شاء الله نرتبها. محمود سعيد طبعا رئيس تحرير برنامج نقدر نحددها مع الكابتن سمير وتبقى حلقه ان شاء الله ونجيب لها برضو يا كابتن اسلام حالات توضيحيه من الاتحاد الدولي. بالظبط مسموح لينا ان احنا نعرضها ما فيهاش مشكله خالص. الاتحاد الدولي بيعرضها على الحكام فاحنا بالتالي مسموح لينا نعرضها ما فيهاش اي مشكله. هتبقى تثقيفيه للعيبه برضو. هنطلع نشوف يا كابتن سمير هنطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم او حكم المباراه كابتن محمود البنا ونرجع نكمل مع كابتن سمير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير طاقم التحكيم برضو انا عايز اعرف من وجهه نظر حضرتك انت حضرتك لسه قايل لي معلومه ان الكابتن احمد توفيق طلب لاعب يوم 24/1 في مباراه الاهلي والمقصه و5/2 الاهلي وامبي ومباراه النهارده 20/2 الاهلي والداخليه. اذا ماذا تعني او ماذا يعني هذا الموضوع؟ يعني الحكم ده حكم كويس جدا ومركز واللجنه بتعتمد عليه وطالما ان الحكم ناجح وبيدير مباريات ناجحه ما فيهاش مشاكل ما فيش مشكله خالص الحكم يتكرر حتى لو اسبوع بعد اسبوع. لان هنا الغرض من اداره المسابقه الحكم اللي يناجح اللي يلعب مباراه وينجحها وبالتالي اللجنه ممكن تعتمد عليه تاني.
وكذلك برضو لو بصينا على الحكم الاضافي سعيد حمزه اشهر حكم خامس دلوقتي هو وطارق سامي يعني موجودين في كل الماتشات يعني حاسس النهارده ممكن تلاقي سعيد موجود في ماتش الزمالك هيخرج يجي ماتش الاهلي يخلص ويجي بالظبط. ده على فكره برضو بيدي ثقه للحكم طالما ان في حكم اضافي كويس معاه بيديله ثقه وما بيبقاش حمل عليه اثناء المباراه. نعم يعني كنت عاوز اقول لك حاجه على محمود البنا من الحكام الموهوبين يعني في حكم مثلا كويس هو وشه بشوش كابتن محمود وفاهم كوره يعني انا بصراحه هو لعب كوره قبل كده ولا لا؟ لعب في كفر الشيخ لعب في كفر الشيخ من الحكام على قده يعني لا بس خلي بالك هو في في لعيبه كتيره في الاقارين بيبقوا طبعا مستواهم كويس بس حتى لو على قده دلوقتي الحمد لله بقى حكم كبير يعني بهزر لا هو ممكن على قده حبيبنا كابتن محمود ولو كان جامد كان كمل في التحكيم في الكوره برضه مش في التحكيم فهو يعني من الحكام الموهوبين النهارده ان شاء الله اتمنى له التوفيق هو وطاقم الحكام اللي معاه يعمل مباراه كويسه بس اهم حاجه التركيز يا محمود انت واللي معاك باذن الله. طيب حتى الان مباراه نادي الزمالك والجيش وطلائع الجيش 2-1 في بدايه الشوط الثاني ونادي الزمالك الحقيقه في اول 10 دقائق او اول 5 دقائق في الشوط الثاني ماشي بشكل جيد ونادي طلائع الجيش واقف بشكل جيد في وسط الملعب. هنشوف طبعا هنحاول نقول لحضراتكم نتيجه المباراه اولا باول. كابتن سمير كابتن تحسين ابو السيدات برضو بقالنا فتره بنسمع الاسم ان هو موجود دايما مع مباريات في مباراه النادي الاهلي بالظبط من حكام تحسين ابو السيدات في القائمه الدوليه من حوالي سنه 2009 اوكي وشارك في مباريات كثيره جدا سواء في البطولات الافريقيه كان بيطلع مساعد حكم مع جهاد برضو من الحكام المساعدين اللي لهم خبره كبيره الواحد ممكن يعتمد عليها وبيبقى مستريح كحكم يعني يساعده في كثير من القرارات خاصة الفاولات اللي جنبه والأخطاء اللي جنبه المشاكل اللي جنبه ممكن يحلها بأسلوب زي ما انت حضرتك عارف مش لازم الحكم يصفر عشان يحل مشكلة لا البادي لانجوج بتاعته ممكن تسهله كتير جدا من الأمور في المباراة وبالتالي ما تبقاش في مشاكل وكل ما حكم مساعد يساعد الحكم أثناء المباراة كل ما هنا الحكم يقدر يدير المباراة بطريقة أفضل لأن زي ما حضرتك عارف أهم حاجة احنا اتفقنا عليها في الملعب هي داخل منطقة الجزاء يعني الحكم اللي حظه كويس ان ما تجيلوش العاب شائكه داخل منطقه الجزاء الحكم اللي حلو قوي اللي تجيله لعبه صعبه في منطقه الجزاء وينجح فيها ده بيبقى الحكم المتميز بصراحه وده فرق عن حكم وحكم تاني. طيب كابتن محمود البنا ازاي يمشي بالمباراه بشكل جيد فيها النهارده يعني لو انت حكم الماتش ده هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا الملعب ضيق وكذا 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 لكن الملعب ضيق في لعب كره ضيقه زي ما اتفقنا كابتن علاء عبد العال بيعشق مباراه الاهلي والزمالك بيحب يركز فيها جدا فتلاقي الكور ضيقه في بعض الاوقات في بعض الاوقات ممكن يبقى في تعمد اضاعات الوقت هنا لازم طبعا محمود البنا يتعامل معاه بدايه من المباراه بشيء جيد وبشيء فيه تركيز عالي جدا واعتقد ان محمود ممكن اول 10 دقايق هتلاقي الصفاره بتاعته قليله جدا هيسمح اكتر باستمرار اللعب وكل ما الحكم يسمح باستمرار اللعب كل ما رتم المباراه بيبقى متحكم فيه الى حد ما انما لو لقينا الحكم ابتدى الصفارات بتاعته كتيره جدا يا كابتن على الفاولات برضو اللي هي ممكن تعدي باسلوب او باخر لا يبقى هنا الحكم ايه عاوز يهدي رتم المباراه قوي. خد بال حضرتك كابتن دايما في مباريات بتبقى وغالبا بتبقى الداخليه فيها طرف يعني ان هو المباريات دي بتبقى فاولات كل شويه او يعني ما بين الوقت والوقت يعني احنا المباراه اللي فاتت انا متذكر ان الكابتن قعد 7 دقائق ما فيش فاولات بالزبط. وبعد ال7 دقائق كل دقيقتين فاول ماتش الحنفي اللي فات حتى حسبناها كان 21 فاول كل دقيقتين اتعملت فاول على ال40 دقيقه مباراه زي النهارده ممكن تبقى شبيهه ليها بس من بدايه المباراه بس اسلوب محمود بيبقى هادي قوي هادي حتى تلاقي النهارده محمود والله اعلم يعني بقول لك توقع لي هتلاقيه هادي جدا وبخيل قوي في حته الكارت الاصفر يعني مش هدي كارت اصفر غير خلاص بعد ايه ما يعني استخدم كل الطرق بتحسبها ازاي يا كابتن الكارت الاصفر يعني ايه بخيل يعني هل هو ممكن يبقى فيه كوره تستحق ويصبر شويه لا مش هتكلم عن التستحق ان في بعض الكور انت ممكن تكملها باسلوب تاني لان السيطره على المباراه مش بالكروت
بالبادج لانجوج بتاعت بالظبط باسلوب الحكم دخلته على اللعيب ببعض كلامه، لان ما فيهاش مشكله لما الحكم يتكلم على فكره بس في اطار محدد. يعني حضرتك لما بتتفرج على الدوري الانجليزي، انا لسه كنت هقول لك في انجلترا الحكم بيجيب الاثنين لعيبه ويقف يحكوا يشرح له يشرح له وفي الاخر بقى بيدي له كارت اصفر، وتلاقي اللعيب فيري ساتيسفاي ومستريح جدا، او تلاقي لعيب مثلا متضايق. انما لا، هم عندهم اسلوب كويس. صعب الاسلوب ده نطبقه مره واحده، ممكن ده نبتديه مع الناشئين. فاتمنى له يا رب النهارده التوفيق. بس انا بعيد لك محمود بقى النهارده هيبقى هادي قوي عليها تماما، الا طبعا لو حاجه مستحقه طبعا ما فيهاش خلاف، حتى لو في اول 10 ثواني 20 ثانيه، الا لو حاجه جامده حاجه. خلي بالك انت ممكن اول 10 ثواني تحسب ركله جزاء، طبعا بتبقى صعبه جدا على الحكم على فكره، جدا الحكم لسه ما سخنش، ما الحكم زي لعيب الكوره تمام، تحسب طرد لا قدر الله مثلا على اي حد من الفرقتين في بدايه المباراه، من القرارات الصعبه جدا. بس الحكم اللي ياخد قرار زي ده في بدايه المباراه ويبقى واثق منه بينجح ال 90 دقيقه بالكامل. لان زي اللعيبه لما بيلعب كوره حلوه جات له كوره كمان حلوه بقت احلى، خلاص انت انت راكب الماتش خلاص، انت خلاص مسيطر عليه. فاتمنى النهارده الناس تتمتع بطاقم الحكام، مع الاخذ في الاعتبار الملعب الضيق ده ولا بيبين مهاره لعيبه قوي، ولا بيبين برضو ايه مهاره حكم باسلوب عالي يعني. طيب برضو مهم جدا نعرف، هل علاقه او الحكم طبيعه شغله الخارجي بتفرق في الملعب؟ يعني حاجه بيشتغل في بنك تمام. كابتن محمود مأزون تمام. كابتن فلان بيشتغل في سياحة زي او في سياحه كابتن محمود عاشور بيشتغل في السياحه كابتن مش عارف مين بيشتغل في ايه، هل دي الحاجات بتفرق ولا في طبيعته في ملعب المباراه ولا لا؟ وسؤال حلو ولا بصراحه. لا سؤال حلو، لازم تبقى شبيهه ليها بصراحه. يعني انا في البنك لازم ابقى هادي عشان العملاء اللي معايا برضو. محمود البنا لازم يبقى هادي قوي، لان انت المأزون ليه حاجتين كويسين، حاجه حلال والتانية حلال، بس حاجه جواز والتانية ايه ابغض الحلال اللي هو الطلاق، فلازم يبقى هادي قوي. فالنهارده لازم يبقى طبيعته طبعا طبيعته، عشان يمكن دي اللي مخليها هادي. طبعا طبعا. غير بقى واحد متسرع بيشتغل شغلانه فيها سرعه مثلا في البورصه مثلا، واحد شغال في البورصه ده، بس ما اعتقدش الحكام عندنا في البورصه هتبقى قراراته سريعه جدا وانفعاليه، تبقى مشكله. قصدي طبيعي انت اللي انت بتقضي في شغلك اكتر في الملعب، فبالتالي اللي انت بتعمله الى حد كبير في حياتك الطبيعيه بره هتطبقه في ال 90 دقيقه بتاعتك. طيب هنرجع نكمل كلامنا مع كابتن سمير عثمان، ولكن نروح نشوف مراسلنا كريم احمد بالملعب المباراه هيقول لنا ايه عن اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا كريم. السؤال ده حلو قوي. بجدد التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل المشاهدين ومتابعين نجوم الاستوديو التحليلي. بالفعل يمكن تم وصول الفريقين هنا لاستاد بتروسبورت لاستقبال مباراة اليوم الاهلي والداخلية. اجواء كالعادة يمكن في برودة شوية في منطقة التجمع الخامس والمنطقة المحيطة ببتروسبورت، لكن عايز ابدا معاك يا كابتن اسلام بلفتة طبعا طيبة جدا من شركة برزنتيشن، وتقديرا لجهود الراحل الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الاهلي. بالفعل يمكن منذ مجرد وصولنا الى الملعب لقينا يمكن لفتة اللي يمكن هتتعرض دلوقتي يا كابتن اسلام قدام الجمهور وقدام السادة المشاهدين، وداعا طبعا الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي واحد القامات الكبيرة الصحفية والرياضية، لفتة طيبة جدا. والنهاردة كمان يمكن من سؤالي للعميد علاء صلاح مدير أمن للنادي الأهلي، قال بالفعل يكونوا متواجدين داخل أرضية الملعب، هيتم التصوير مع لاعبي النادي الأهلي، يكون أكيد لفتة طيبة جدا. وبنشكر أكيد شركة برزنتيشن عن هذه اللفتة الطيبة والممتازة، كل أكيد ربنا يتغمده برحمته، بنقول ربنا يرحمه طبعا الدكتور خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي وأيضا كمان أحد مؤسسي الأهرام الرياضي. أرجع معك يا كابتن إسلام لأجواء المباراة، مباراة الأهلي والداخلية النهاردة بالفعل متواجد عدد من جمهور النادي الأهلي نظرا لتنظيم النادي الأهلي لهذه المباراة، لكن بخصوص التنظيم بالتحديد عايز أوجه الشكر لأكثر من فرد الحقيقة كابتن إسلام. أبدأ معك من هنا من استاد بتروسبورت، المسؤولين خالد يوسف رئيس جهاز الاستاد هنا ببتروسبورت، الأستاذ عصام عبد الجابر مدير الإعلام والعلاقات العامة، وأيضا كمان المعلق الرياضي، وايضا كان مدرب نادي كيما اسوان وطلائع الجيش، كمان محمد النبوي المدير المالي، حسام عاطف مدير استاد بتروسبورت. الحقيقه يمكن تعاون كبير جدا مع قناه الاهلي بالتحديد وتسهيل كافه الامور الخاصه بالتنقلات داخل ارضيه الملعب، بيبقى امر مختلف بشكل كبير لما بيبقى تنظيم النادي الاهلي، الامر بيبقى مختلف، بنشوف تعاون كبير جدا. فحبينا ان احنا نوجه كل الشكر والتقدير لكافه المسؤولين هنا في استاد بتروسبورت، بدايه من الاستاذ خالد يوسف وصولا الى الاستاذ حسام عاطف. اجواء ان شاء الله تكون مميزه للفريق النادي الاهلي
الاهلي حتى هذه اللحظه يمكن لم يخرج تشكيل الفريقين فريق النادي الاهلي والداخليه، لكن في خلال دقائق ان شاء الله كابتن اسلام هيكون التشكيل معانا. جمهور النادي الاهلي متواجد عدد بسيط، كنا بنامل ان يكون العدد اكبر من كده لكن متواجد عدد قليل من جمهور النادي الاهلي. ارضيه الملعب يمكن اتكلمت معاك اكتر من مره على ارضيه الملعب، بنتمنى ما يبقاش ليها اي اضرار على فريق النادي الاهلي او اي اصابات. الارضيه متهالكه بشكل كبير يا كابتن اسلام. كمان كان يمكن الناس بتسال هنا استاد بترو سبورت النادي الاهلي عايز يرش ارضيه الملعب ولا لا، سالوا قالوا لا لابد ان احنا ننزل عليها الاول على ارضيه الملعب ثم بعد كده نبدا نحدد الارضيه هل يتم الرش عليها ولا الامور هتبقى بالنسبه للنادي الاهلي فيها خطوره على رش الملعب. ان شاء الله باذن الله كل الاجواء تكون لفريق النادي الاهلي. ثلاث نقاط مهمين جدا يا كابتن اسلام، وفي خلال لحظات باذن الله يكون تشكيل الفريقين معاك، ولو فيها استفسار انا معاك. اتفضل يا كابتن اسلام. لا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معنا، وان شاء الله لما التشكيل ينزل تقوله لنا سريعا علشان برضو الناس مستنيه تشكيل المباراه. كابتن عاوز اقول لحضرتك حاجه بس بالنسبه للدكتور خالد الله طبعا. يرحمه كان في صحفي اسمه راجح الممدوح كتب تعليق حلو جدا عليه قال ايه، مات على التوحيد وسيظل خالدا. مظبوط، من ضمن الكلمات اللي اتقالت عليه حلوه بصراحه يعني. دكتور خالد كل الكلام الحلو اتقال عليه امبارح والنهارده الله يرحمه واول امبارح، وسيظل دائما نقطه مضيئه الحقيقه في ان شاء الله في حياتنا كلنا كرياضيين الحقيقه، مش في قناه النادي الاهلي فقط ولكن في حياتنا كلنا كرياضيين. انا اصدقاء بيشجعوا نادي الزمالك امبارح واول امبارح بيكلموني بيقولوا لي البقاء لله كتير جدا جدا جدا، وبالتالي هو راجل صحفي له اسمه وله تاريخه يعني الله يرحمه الله يرحمه. كابتن سمير اخيرا بس، تتوقع المباراه تمشي في طريق كويس ولا هيبقى عندنا قعده طويله بعد الماتش؟ لا ان شاء الله مش قعده طويله لسبب بسيط باذن الله. يعني محمود عنده خبرات كتيره تساعده على المباراه دي لان شاف حاجات كتيره زي كده قبل كده، بس ان شاء الله انا توقعي يعني المباراه في اول ثلث ساعه هيبقى فيها جس نبض من الفرقتين ومن الحكم على الفرقتين برضو هيبقى مركز معهم قوي ان شاء الله. لو اول 25 دقيقه عدت ان شاء الله باذن الله على خير، ان شاء الله الماتش يخلص باذن الله على خير ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مشاكل بس انا اتمنى اللعيبه يساعدوا الحكم برضو يا كابتن بسلوكهم، يعني احنا بنتفرج اما بيجي حكام اجانب بيبقى في معاونه جامده جدا. امبارح يعني اليسون اللاعب حارس مرمى ليفربول في اول المباراه اخطا، تمام خلاص عمل باص كده واخطا، تمام. لو عندنا في مصر هنا كانت هتخش جول، لو كان عندنا في مصر هنا كانت اللعيبه راحت ايه كلته خلاص ولا واحد حتى بص له. ثقافه رياضيه، تخيل فعلا ثقافه يعني. المدرب بتاع ليفربول يا كابتن اول ما الفرقه بتاعته بتضيع جول شوف حضرتك بيعمل ايه، بيبص على الجمهور بتاعه وبيفضل يقول لهم ايه، سقفوا وشجعوا اللعيبه برغم تبقى يعني كل واحد سهل. مهتم بالشغل بتاعه وعايز بالزبط. يعمل دخل فينا جول، طب خلاص ما هو دخل هتعمل ايه يعني لما تبص له وتقعد. وفي حاجه احنا بنعملها في المباراه بتبقى شكلها حلو قبل المباراه، الجهاز الفني بيسلم على الجهاز الفني الثاني. انا اتمنى دي ناجلها لبعد المباراه. تعرف يا كابتن عندما كان عصام الحضري حارسا لمرمى النادي الاهلي كره اتلعبت، كره كانت بتتلعب بالعرض، كنت بلعب باك رايت، الكره لما تتلعب بالعرض وهي ملعوبه بالعرض كنت بديله ظهري واجري عشان عارف انه هيطلع يمسكها واصل. وحتى لو مسك يعني انت متخيل امير عبد الحميد كده في الوقت اللي كان انا بتكلم على الحراس المرمى اللي كانوا موجودين في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيه. وبالتالي انت دايما كل واحد لازم يشغل نفسه بالمهمه بتاعته بمهمته. طب ما دخل جون هو غلط صح ودخل بالزبط. جون ايه اللي هيحصل ولا حاجه، نفكر بقى في اللعبه اللي بعدها عشان نشوف حد عشان تعوض. مظبوط. عموما كلام كتير جدا هنتكلم فيه مع كابتن سمير، او ان شاء الله يعني نتمنى ان هو ما يكونش كلام كتير ما بعد المباراه. هشكر الكابتن سمير عثمان، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه تكون حاجه بسيطه ان شاء الله يا رب باذن الله. شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، كابتن ماهر همام، كابتن أحمد بلال، كابتن أسامة حسني لتحليل هذه المباراة أو ما قبل مباراة الأهلي والداخلية في الأسبوع 23 بعد الفاصل. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي. كابتن الكبير كابتن ماره ممزه. كابتن ازيك يا اسلام؟ حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا اسلام؟ كله تمام الحمد لله. النجم الكبير ايضا كابتن اسامه حسن. كابتن اسلام ايه الاخبار؟ بارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. كابتن ماره، عايز ابدا مع حضرتك برؤيتك لهذه المباراه، واحنا لسه حتى هذه اللحظه ما جالناش التشكيل، ولكن رؤيتك للمباراه بشكل عام. هو بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده طبعا لقاء الاهلي والداخليه، وتملي لقاءات الاهلي والداخليه بتبقى لقاءات كلها فيها تركيز من ناحيه الاجهزه الفنيه. كابتن علاء عبد العال من المدربين اللي ليهم كيمياء وليهم بصمه على اداء نادي الداخليه لفترات كثيره جدا. النادي الاهلي النهارده يهم ثلاث نقاط كابتن اسلام، وده اللي احنا اتفقنا عليه من خلال الفتره السابقه، وقلنا النادي الاهلي يهمه انه يلعب كل المباريات القادمه مباراه كؤوس ثلاث نقاط عشان يستمر في المنافسه من خلال بطوله الدوري بينه وبين الزمالك وبين بيراميدز. النهارده كل الفرق يا اسلام احنا شفنا مرحله انتقاليه دعمت بشكل كبير جدا، وده ساعد على حلاوه الدوري من خلال الدور الثاني. يعني مباراه الدور الثاني كلها مباراه قويه، مباراه كلها حماسيه، مباراه كلها تكتيكيه فيها اهداف، كل الفرق بتنافس على دوافعها من خلال اللقاءات 90 دقيقه، ان هي ما تخرجش الا بمكسب ثلاث نقاط او التعادل. وانا شايف ان ده حاجه ايجابيه، يعني بدات الفرق من بدايه الدور الثاني، واللي ساعد على كده المرحله الانتقاليه ان هو قدر كل مدير فني ان هو يغذي فرقته وان هو يساعد فرقته. النواقص اللي موجوده عنده اللي بتسبب له كانت مشاكل في الدور الاولاني قدر يحلها بشكل كبير جدا من ناحيه الدفاعيه او من ناحيه وسط الملعب او من الناحيه الهجوميه. فالنهارده مباراه انا شايفها هتبقى مش سهله على النادي الاهلي، وفي نفس الوقت فرقه الداخليه بتحب تلعب مع الكبار، يعني علاء عبد العال بيحب يلعب مع النادي الاهلي مباراه قويه، بيحب يلعب مع نادي الزمالك مباراه قويه. لو هنبص يا كابتن اسلام ان هنلاقي لقاء الفرقتين من خلال تاريخ المواجهات، هتلاقي الاهلي لعب 12 مباراه فاز في 8 وهزم مباراتين وتعادل 2، لهم الاهداف 22 وعليه 6. الداخليه لعب 12 مباراه قدام النادي الاهلي، خسر 2 هزيمه 8 فوز اسف 2 هزيمه 8 تعادل 2، لهم الاهداف 6 عليه 22 هدف. اكبر فوز للاهلي على الداخليه كانت بنتائج كبيره جدا، يمكن 3 مرات 4-0 ومره 3-0 ومره 3-1. فالنهارده ان شاء الله نتمنى للنادي الاهلي ان يبقى المكسب الرابع على التوالي، السابع على التوالي، وبنتيجة طبعا ان شاء الله تكون بنتيجة ايجابية. نتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي من بداية المباراة. تمام، قبل بس ما نكمل مع ضيوفنا هنطلع فاصل لرفع اذان العشاء ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تشكيل النادي الاهلي في مباراه اليوم امام الداخليه: محمد الشناوي في حراسه المرمى، وايمن اشرف وسعد سمير اثنين ستوبرين، وناحيه الشمال علي معلول، وناحيه اليمين محمد هاني، السوليه وهشام محمد اثنين في وسط الملعب، وثلاثي هجوم جيرالدو وناصر ماهر وحسين الشحات، وفي الامام جونيور اجاي. ده تشكيل النادي الاهلي في مباراه اليوم امام الداخليه. اول ما يجي لنا تشكيل الداخليه برضو هنقوله لحضراتكم حالا، اول ما هيجي لنا على طول. كابتن بلال، انا كنت هسالك سؤال تاني، ولكن ايه رايك في التشكيل الاول؟ هو التشكيل يعني في ثلاث تغييرات النهارده: جيرالدو مكان رمضان صبحي، سعد سمير بيلعب النهارده برضو بشكل اساسي،
يمكن التغييره الثالثه الشناوي مكان شريف اكرامي، التغييرات مكان بمكان يعني ما فيش غريب. لا يمكن هو دايما اللي بيلعب بالطريقه دي او بالشكل ده او بالتثبيت ده. هو الشكل ده واضح يعني، والشكل ده طريقه اللعب هي واحده، الفورميشن اللي بيلعب بيها هي واحده ما بتتغيرش، ولكن برضو التغييرات في اللعيبه ممكن يكون عشان موضوع الروتيشن، عايز التغيير النهارده بتحط اللاعب، بتشيل مثلا رمضان صبحي عشان موضوع الاجاد وتحط على دكه رمضان ثلاث انذارات، رمضان ثلاث انذارات النهارده. لا انا بتكلم في العموم، يعني ممكن تشيل لعيب مكان لعيب زي ما حصل بكاف الماتشات اللي فاتت، بتشيل لعيب وتحط مكانه لعيب ثاني بيلعب في نفس البوزيشن في نفس الامكانيات عشان خاطر تعمل عمليه التدوير عشان موضوع الاجاد يعني. فالنهارده برضو ممكن يكون يعني داخل فيها حته برضو عمليه الاجهاد، ان انا بغير بعض اللعيبه احط بعض لعيبه ثانيه، او برضو بكتشف لعيبه عشان برضو مباراه افريقيا برضو مين. عندك المباراه الاهم بالنسبه لك في الوقت اللي جاي، وكلها مهمه طبعا يعني، ولكن برضو مباراه افريقيا مهمه جدا بالنسبه لك. النهارده سعد سمير بيرجع للتشكيل، لا ربما على حسب برضو انت ممكن يبقى حته التدوير شغاله بحيث ان ممكن تستغل سعد في مباراه افريقيا اللي جايه. الشناوي رجع لحراسة المرمى مرة تانية مكان شريف إكرامي. النهاردة جيرالدو بيخش، انت عارف جيرالدو هي الفرصة الوحيدة بالنسبة له هي مباراة الدوري العام عشان هو مش موجود في افريقيا، حلو ان الماتشات على طول ورا بعض. بالظبط. ففرصة يديله بالنسبة له، لكن التشكيل بقية اللعيبة زي ما هي، نفس طريقة اللعب، نفس حتى كمان هو طريقه الراجل برضو الطريق بيلعب بطريقه يمكن بتعجبني قوي يعني، حته الضغط على الخصم من بدايه المباراه حته حلو، ولكن ينقصها استغلال الفرص يعني. احنا برضو ينقصنا في كل مباراه استغلال الفرص، ده اللي بيؤدي ان احنا في نهايه المباراه وبعدين شد عصب شويه، خلصان 1-0 يعني. انت كان ممكن المباراه اللي فاتت انت كسبان 1-0 بالظبط، 1-0 المباراه ممكن تنتهي بشكل ثاني يعني، انت برضو معرض لا قدر الله لضربه ثابته، معرض لكره واحد بيشوط كره من نص ملعب، معرض لاي حاجه انك ممكن يجي فيك هدف. عشان كده بقول دايما استغلال الفرص بالنسبه لعيبه النادي الاهلي مهم جدا في الشوط الاول، لما بتضغط بتعمل عمليه الضغط وبتحط الفرقه في نص ملعبها، لما بتشتغل بشكل كويس قوي الثلاثه الاربعه اللي موجودين قدامهم بيشتغلوا بشكل كويس جدا، بيخلقوا فرص كتير يا اسلام، ولكن الفرص اللي بتخلقها ما بتقدرش تسجل منها غير هدف واحد بس، فدي مشكله كبيره جدا يعني. دايما الفرق الكبيره بتعمل بتبذل مجهود كبير جدا الشوط الاول، الشوط الثاني وضع طبيعي انك انت بتريح شويه، فلما تبتدي تريح لازم يكون عندك رصيد من الاهداف، تمام 2 3 على الاقل يعني. هنكمل كلامنا لكن خلينا نروح لكريم احمد مراسلنا من ملعب المباراه، يدينا برضو يقول لنا او يؤكد على تشكيل النادي الاهلي، واكيد طبعا ولكن يؤكد مره اخرى على تشكيل النادي الاهلي وتشكيل نادي الداخليه. اتفضل يا كريم. بجد التحية ليك من جديد كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا ومتابعينا. بالفعل أأكد معاك في البداية تشكيل فريق للنادي الأهلي: الشناوي، محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول، في المنتصف هشام محمد، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، وفي الهجوم ناصر ماهر وجونيور أجي. التشكيل الخاص أيضا بفريق نادي الداخلية يمكن اتأخر شوية كابتن اسلام، لكن لسه بالفعل طالع دلوقتي حالا: محمد صبحي وأحمد أوكا، رشاد فاروق، إبراهيم أبو اليزيد، اسلام جابر، احمد عبد الموجود، محمود شديد، واحمد رفاعي، ايشا اينوسا، وحجاج عويس، وكيفن مهيري. يمكن ده التشكيل الخاص بالفريق، لكن بدلاء فريق نادي الداخليه: كريم خميس، محمود ربيع القط، محمد جمال، حسام باولو، محمود حمدي، وسمير فكري، واحمد جوده. لسه حتى هذه اللحظه كابتن اسلام لم يدخل الفريقين الى ارضيه الملعب لاجراء الاحماء، لكن اكدنا قلنا في المداخله الاولى ان الملعب هيترش بالفعل، يمكن ادى الاذن كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هي المسؤولين هنا على استاد بتروسبورت اللي يكون فيه رش خفيف جدا للملعب، لان الملعب يعني ان شاء الله باذن الله بنتمنى ما يبقاش في اي حاجه تعوق للنادي الاهلي، ما يبقاش في اي اجهاد اي اصابه، لعيبتنا ان شاء الله تخرج من هذه المباراه اداء مميز ونتيجه ان شاء الله ترضي كل جمهور النادي الاهلي وبدون اصابات ان شاء الله كابتن اسلام. وباذن الله عقب انتهاء المباراه كالعاده نكون معاك مع الجهاز الفني نحاول ان احنا نسجل مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن سيد قافل شويه على اللعيبه، لكن ان شاء الله باذن الله فوز النهارده يكون مهم، وباذن الله ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. سمحت لو تقدر بس تكرر لنا مره ثانيه، هل حسام باولو قاعد على دكه البدلاء؟ بالفعل يا كابتن اسلام، حسام باولو خارج التشكيل الاساسي، معاه محمود حمدي، مع سمير فكري، مع احمد جوده، محمد جمال، محمود ربيع القط، وكريم خميس. بالفعل حسام باولو على دكه البدلاء لفريق نادي الداخليه. لو معاك احتياطي برضو النادي الاهلي لو تقدر تقول لنا عليه. بالتأكيد يا كابتن اسلام، الخرج من القائمة كانت 20 لاعب، بيخرج علي لطفي وصلاح محسن، يتبقى شريف إكرامي، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، حمودي، مروان محسن، أحمد الشيخ،
وكريم ندفد. يمكن زي ما بنقول لعيبه جاهزه، اللعيبه المتواجده فيها القائمه العشرين لاعب هي اللعيبه الاجهز طبيا وبدنيا. ان شاء الله ينقصهم كل التوفيق النهارده كابتن اسلام، وتكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، وننتظرك ان شاء الله بعد المباراه في لقاءات مهمه تخص النادي الاهلي ان شاء الله بعد فوز النادي الاهلي، لو ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز النهارده. يعني كابتن اسامه او كابتن بلال كنت عايز تقول حاجه في التشكيل تاني ولا تمام؟ لا لا كده تمام، هي انا بس عايز اقول هي نفس طريقه اللعب اللي الراجل بيعتمد عليها، مفيش اي تغييرات، بتخرج لعيب وبتحط لعيب مكانه، وده وضع طبيعي بالنسبه لاي مدير فني، ما بيحاولش هو يغير حتى الاجانب تحديدا ما بيحبوش يغيروا من طريقه اللعب. مظبوط. يعني اسامه برضو عايز اسالك عن خروج صلاح محسن من قائمه المباراه ودخول مروان محسن، اعتقد كانت مفاجاه للناس. يعني احنا قلنا مثلا ايه مروان رايح علشان ياخد الجو وكذا 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 بحيث ان هو يبدا بقى في المباراه اللي جايه. قبل بس ما اتكلم عن المباراه يعني لازم نتكلم عن شخص كان موجود معنا في القناه هنا، لازم نديله حقه، يعني احنا افتقدناه فعلا، دكتور خالد توحيد من طبعا. الشخصيات يعني انا هنا في موجود في القناه من شهر 8 فعلا اتعلمت منه كتير، كان شخص دايما كل ما كنا بنقعد في الاستوديو كابتن اسلام وبنطلع نطلع نقعد نتفرج معاه على المباراه في مكتبه، كان دايما بشوش، كان دايما حتى بيضيفنا بكرم في مكتبه واحنا بنتفرج على المباراه. فعلا الدكتور خالد توحيد هو رساله لكل الاعلاميين وكل الصحفيين، شخص محترم كان بيتقي دايما ربنا في الكلمه اللي بيقولها، كان بيتقي ربنا في الكلمه اللي بيكتبها هو صحفي، فهو نموذج لازم الناس تتعلم من الدكتور خالد توحيد. حتى شوف ما شاء الله بعد وفاته يعني حب الناس، ان كل الدعوات اللي كانت من نصيبه، وحتى يعني ما شاء الله حسن الخاتمه ربنا يعني، وهو ساجد، فربنا يا رب يعني يسكنه فسيح جناته يعني ويصبر اهله يعني. نعم. بالنسبه للمباراه النهارده كابتن اسلام، هي مباراه مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك، دايما النادي الاهلي بيدخل اي مباراه وخلال الفتره الجايه انت عينك على 3 بونت، اول حاجه الثلاث نقاط اهم حاجه، ثم ياتي الاداء. ما مش عايز اتكلم على الاداء في الاول، على قد ان انا اضمن الثلاثة بونت وبعد كده يجي الاداء. احنا اتكلمنا عن مباراه الانتاج الحربي برغم ان احنا اهدرنا فرص كتير زي ما كابتن بلال بيقول، كانت كفيله ان احنا نعمل سكور كبير، مهم جدا انك انت يعني تقتنص المباراه من الاول، خاصه عدد الفرص اللي بيجي. انت النهارده لما ربنا بيكرم في بدايه الشوط الاول بهدف والثاني بتقدر تقتل المباراه، بتلعب بقى بالاريحيه، لعيبه النادي الاهلي بتقدر تستمتع في المباراه وتقدم الكره الحلوه اللي احنا يعني تعودنا عليها خلال الفتره اللي فاتت. صلاح محسن ومروان محسن. يعني احنا هنقول الاثنين راجعين من فتره اصابه طويله. طيب بس قبل ما تكمل معلش، الدقيقه 89 في مباراه نادي الزمالك وطلع الجيش، وتعادل احرزه فريق طلائع الجيش في دقيقه 87 وحتى الان في دقيقه 89، والتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق. اتفضل يا كابتن. طبعا يعني لو النتيجه خلصت 2-2 لازم يبقى دافع اكتر للاعيبي النادي الاهلي، وحتى انا لو ما بصتش عن مباراه الزمالك وطلائع الجيش لازم انا هدف ان انا ادخل اخد الثلاثه بونت بتوعي لسه مشوار الدوري. انت النهارده بتتكلم في الاسبوع ال20 او ال21 بالنسبه للزمالك، انت لسه عندك بتتكلم في 13 مباراه، ده عدد كبير جدا انك انت تجمع نقاط فيه. لسه الاهلي والزمالك قابلوا بعض مرتين، لسه الزمالك قابل بيراميدز، الاهلي قابل بيراميدز، وبنشوف كمان يعني مهم جدا، مش هنقول فرق صغيره، من دلوقتي ما بقاش فيه فرق صغيره في الجدول، انت بتتكلم من شفت الجون عامل من, من المستوى الثامن لل 18 ما فيش نقطه نقطتين. مزبوط. فكل الفرق كبيره دلوقتي داخليا اللي احنا هنقابلها النهارده، تفقدت نقطتين مهمين جدا وتعادلنا معاها في الثواني الاخيره في مباراه الدور الاول 2-2، فالنهارده دي مباراه صعبه جدا، مباراه كابتن علاء عبد العال بيعرف يقفل خطوط دايما الداخليه، بيعرف يلاعب النادي الاهلي، هو كابتن علاء بيحافظ، ودايما من المدربين اللي عنده صبر في الجيم. في مدرب تلاقي ايه ممكن بيزهق بسرعه فيبدا يفتح خطوط، لا ما بيزهقش، ده ممكن لو المباراه مش 120 دقيقه ولا 180 دقيقه ولا 100، ده ممكن 200 دقيقه، مفيش مشكله، مقفل وبيقدر يلعب هو على وبيلعب على خطا على واحد. على فكره ده اسلوب او طريقه لعب، يعني اسلوب وطريقه لعب. ما هو انت بتبص على الامكانيات اللي موجوده عندك واللعيبه اللي موجوده عندك، تقدر توظفها وتشتغل على اللي موجودين عندك. النهارده طبعا عدم وجود حسام باولو من اللعيبه المهاجم اللي بيشخبط في كل حته، عارف لما تمسك ورقه كده تقعد تشخبط في كل حته، حسام باولو من اللعيب اللي بيجري في كل حته، تلاقيه هنا وتلاقيه في نص الملعب وتلاقيه على الطرف وتلاقيه ناحيه الشمال وناحيه اليمين، فدايما تسجيل الاهداف بتيجي من الاخطاء. النهارده عدم وجوده طبعا يعني اكيد هو في اصابه النهارده، ان الداخليه لعب يوم الخميس اللي فات فكان عنده وقت كافي انه يريح، فاكيد هو بقاله فتره مش موجود، فعدم وجود حسام باولو النهارده على الدكه ده شيء كويس. النهارده اسلوب النادي الاهلي لازم نلعب مارتن اسارتي
بالشكل العالي والضغط العالي اللي بيلعب بيه دايما. جيرالدو النهارده موجود مريح، ناصر ماهر، حسين الشحات، اجاي، لازم الضغط العالي المبكر. الحته اللي انت بتتكلم عنها كابتن اسلام، مروان محسن ولا صلاح محسن؟ الاثنين لسه راجعين من اصابه. كان صلاح محسن خد يعني على فترات بعيده ممكن 10 دقائق، ممكن عايز بقى يبدا يدخل مروان محسن، خاصه ان خلاص دلوقتي ان شاء الله يعني مارتن نصرتي الحته اللي كنا بنعاني منها الفتره اللي فاتت عدم وجود جاهزيه للعيبه كلها ما شاء الله، ازارو كمان داخل، داخل احمد الشيخ كمان دخل، احمد فتحي، فان شاء الله يبقى حيره ايجابيه للفرقه يعني. تمام. طيب هنطلع نتفرج او نشوف تقرير للمباراه، وبعد التقرير نرجع نكمل مع حضراتكم مباراه او عن تحليل مباراه النادي الاهلي والداخليه بعد ما نشوف هذا. مع حضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، انتهت مباراه نادي الزمالك مع نادي طلائع الجيش بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدفين لكل فريق، هدفي نادي الزمالك اوباما وخالد بوطيب، اما هدفي نادي طلائع الجيش احمد سمير لاعب نادي الزمالك السابق المنتقل الى نادي طلائع الجيش، وبكده بيفقد الزمالك نقطتين في صراعه على المنافسه او في احتفاظه بالصداره خلال الفتره القادمه، وده اللي احنا كنا بنقوله خلال الفتره اللي فاتت، كل الفتره اللي فاتت كنا دايما نقول لحضراتكم ايه؟ لسه كان الكابتن اسامه بيقول كده، حالا دلوقتي كان بيقول لسه المباريات قدامنا 13 مباراه، يا عالم ايه اللي هيحصل فيهم؟ في مباراه من الزمالك هيلاعب الاهلي، والاهلي هيلاعب الزمالك، وبيراميدز هيلاعب الاهلي، والاهلي هيلاعب بيراميدز، ومباريات كثيره جدا جدا محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيها، وبالتالي نادي الزمالك بيفقد نقطتين مهمين قوي النهارده في هذه المباراه، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي برضو النهارده لازم يكسب 3 نقاط، واحنا متفقين مع حضراتكم من الاول خالص يا كابتن ماهر، يا كابتن بلال، يا كابتن اسامه، على ان احنا ما عندناش رفاهيه فقد النقاط، وبالتالي اعتقد ان النقطتين دول بيخلوا لعيبه النادي الاهلي اكيد عرفوا النتيجه، يعني مش معقوله ما عرفوش. لا طبعا لازم يعرفوا النتيجه، وبالتالي اعتقد ان النقطتين دول هل هيضعوا بقى ضغط زياده على لعيبه الاهلي، ولا حضرتك شايف ان لا ده يديهم ثقه؟ بص يا اسلام، يعني زي ما احنا متفقين كلنا ان احنا ما نبصش لحد، يعني احنا متفقين ان احنا نبص لثلاث نقاط بتوعنا، ادائنا مع الداخليه النهارده محتاج شيء من الصبر، شيء من التركيز، كباتن نتكلموا على ضياع الفرص النهارده، محتاجين الفرص اللي تيجي نقدر نسكن فيها هدف بشكل جيد. عايز اقول لك ان طول عمر شعار النادي الاهلي اللي هو ما بيبصش وراه، هو بيبص هو هدفه فين، عايز ايه، عايز ان انا اوصل قمه الجدول، عايز اوصل البطوله الغاليه بالنسبه لي بطوله الدوري العام، عندنا 13 مباراه، كل المباريات صعبه يا اسلام، كل المباريات صعبه، احنا شايفين الدور الثاني بادئ ازاي، يعني كل الفرق اتسلحت زي ما قلنا في بدايه كلامنا بلعيبه محترمين، لعيبه على اعلى مستوى، عملوا فارق لمعظم الفرق، فعايز اقول لك ان كل المباريات في منتهى الصعوبه. مهم جدا زي ما قال بلال واسامه، الثلاث نقاط بالنسبه لنا اهم، وبعد كده يجي الاداء، يعني الاداء ان شاء الله هيجي من خلال التثبيت اللي بدا عليه مستر لسارتي خلال الفتره الماضيه، وهو بدا يحط ايده على ده، كان كلام الكابتن عادل طعيم امبارح ان هو بالزبط. عايز مصمم على التثبيت اللاعبين، نعم، وده زي ما احنا قلنا ده شغل الشاغل بالنسبه للجهاز الفني، وشغل الشاغل بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، هم نازلين الاحماية يا كابتن ماهر. فانا عايز اقول لك ان ولعبتنا كمان ما تتاثرش بحته التعادل النهارده، ان الزمالك فقط ما تفرقش كتير، يعني ما تفرقش معاهم، المهم النهارده زي ما بقول لك الدوافع بتاعتنا، ادائنا من خلال مباراه الانتاج واضح قوي ان في اصرار من الجهاز الفني واللاعبين، يمكن الثلاث نقاط بتوع الانتاج وضياع فرص اكتر من 4 5 فرص، محتاجين النهارده ان شاء الله من بدايه المباراه، يمكن احنا اتكلمنا على طريقه لعب النادي الاهلي واسلوبه من خلال اداؤه من بدايه المباراه، يعني احنا بنتكلم النادي الاهلي بيحافظ على طريقه لعبه من ناحيه 4-2-3-1، النادي الاهلي بيحافظ على التشكيله وثبات التشكيل من خلال القائمه اللي احنا قلناها او ال11 اللي احنا قلناهم، كلهم لعيبه مميزين، كلهم لعيبه على اعلى مستوى، زي ما بقول اسلام النهارده الاعداد الذهني كمان اللي قبل المباراه لمستر لسارتي بحييه عليه، ان هو اتكلم على يمكن مخرجنا بيجيب لنا مباراه الانتاج المباراه السابقه والفرص اللي ضاعت من النادي الاهلي من خلال الشوط الاولاني، والفرص كانت السهله اللي ضاعت في الشوط الثاني، نتمنى النهارده من بدايه المباراه
ان اداء جيد للنادي الاهلي وان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط يبقى من خلال 90 دقيقه باذن الله فوز النادي الاهلي. كابتن بلال كيف يفوز النادي الاهلي في مباراه كيف يفوز النادي الاهلي في مباراه اليوم؟ طبعا على اذن ربنا يعني لكن انا اقصد ان النهارده النادي الاهلي يلعب ايه؟ يلعب بضغط امامي، يلعب يستنى، يعمل ايه؟ شوف الفرق اللي زي كده زي الداخليه وزي ما قلت واسامه قال في بدايه وكابتن ماهر قال في بدايه اللقاء، الفرق دي بتلعب زون ديفنس. زون ديفنس يعني مش هتديك مساحات كتيره جدا انك تتحرك فيها في الناحيه الهجوميه. عشان تقدر تشتغل كويس على فرقه الداخليه اولا لازم يبقى عندنا تنوع في الهجمات، يبقى بنهاجم على اطراف الملعب، بنهاجم من نص الملعب، ما تبقاش عندك ما بتهاجمش بس، ما بتعتمدش على طرفين الملعب بس او ما بتعتمدش فقط على حسين الشحات وعلى جيرالدو، لو اعتمدت على حسين الشحات وجيرالدو اكيد هو عامل حساب ان هو هيقفل عليهم، فلازم يبقى عندك تنوع في الهجمات بشكل يعني بشكل مستمر، تلعب من ناحيه اليمين تنوع الهجمات نعم. من ناحيه اليمين من ناحيه الشمال من قلب الملعب، ومهم جدا النهارده قلب الملعب لان الفرقه دي دايما بتبقى مركزه بشكل كبير ان هي تقفل اطراف الملعب بالنسبه لها خلاص ومحافظه بالظبط هيقفل اكيد. بص هو بيقفل بشكل كويس قوي. الحاجه الثانيه الضغط عليهم من نص ملعبهم، انك تضغط عليه وتتحول بسرعه جدا، من لما تقطع الكره تتحول للحته الهجوميه بسرعه جدا، لان ما تدلوش وقت ان هو يرجع ويبتدي يعدل من 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 الاماكن بتاعته يعني. النهارده لما تضغط عليه في نص ملعبه زي الهجمه اللي زي كده بسرعه، سرعه الارتداد بسرعه مطلوبه جدا يا اسلام، انك انت ترتد بسرعه جدا، تضغط في نص ملعبه، انك انت تبقى كورتك سريع والتحضير بتاعك سريع. من اهم الحاجات برضو اللي مفترض يشتغل عليها النهارده مستر لاسارتي الكرات الثابته. ممكن النهارده الفرق اللي زي كده ما تديش مساحه، يبقى دايما بيقفل بشكل كويس قوي، لياقته البدنيه ممكن تسعفه ان هو يلعب طول ال 90 دقيقه زي ما قال اسامه، ان هو دايما بيلعب ممكن بالظبط مستني في نص ملعبه، بيلعب على الهجمات المرتده السريعه، دايما بيلعب في وقت من الاوقات اكيد هتلاقيه بيلعب مان تو مان على بعض اللعيبه داخل الملعب. فالنهارده برده الكور الثابته بيبقى ليها دور كبير جدا في الماتشات المقفوله اللي زي دي. فالنهارده عندك اكتر من حاجه انك تلعب عليها. النهارده سرعه النادي الاهلي مطلوبه جدا، مهم جدا جدا النهارده برده الفرصه اللي تيجي مهمه بشكل اكبر، اهم بكتير جدا من الماتشات الكبيره. الماتشات الكبيره ممكن تتاح لك فرصه واثنين وثلاثه، النهارده ممكن تتاح فرصه واحده فقط او نص فرصه. فمهم جدا اللي تجيله النهارده فرصه لازم يخلصها، لازم يترجمها. المباراه اللي فاتت مباراه الداخليه شفت قد ايه الداخليه كانوا عاملين جيم كويس قوي، قافلين بشكل كويس قوي، مفيش فرص كتيره جدا، حتى الهدف اللي دخل كان هدف اعتقد انه كان هدف يعني من غلطه في التمركز. فالنهارده النادي الاهلي مطالب او لعيبته النهارده مطالبه ان هو ينسى مباراه الانتاج الحربي والفرص اللي ضاعت دي، مش هتكرر تاني في الماتشات اللي زي كده. الهدف السريع النهارده او الهدف اللي بدري يعني هيعمل خلل بشكل كبير في دفاعات الداخليه، هيخلي المدير الفني كابتن عبد العال هو يفكر ازاي يعدل من النتيجه، يفكر يفتح خطوطه، فلما يفتح خطوطه يبقى عندك فرصه كبيره انك انت تسجل اهداف. طيب ده طبعا لقطات من مباراه الداخليه والاهلي في الدور الاول زي ما حضراتكم شايفين. ده اسلام اسلام جابر ده افضل لاعب الداخليه ويعني منضم لمنتخب مصر الحقيقه، ومعنوياته كويسه وهو لعيب كويس جدا الحقيقه. طيب كابتن اسامه كيف يمكن التغلب؟ هو كابتن بلال قال ان احنا لازم نبقى بنعمل ضغط امامي وكذا ومن على الجناب وفي العمق، ولكن كابتن علاء عبد العال بيلعب بطريقه معروفه، هي دي مدرسه علاء عبد العال وهي الطريقه الدفاعيه 11 واحد تحت الكوره في نص الملعب، وممكن كمان يبقوا تحت الدايره بتاعه نص ملعبه. ازاي بقى هنخترق الحاجات دي؟ ما هو الجناب مقفوله، العمق مقفول، كل حاجه مقفوله، الكرات الثابته هي اللي ممكن تكون سبب، لكن لو انت لعيب في الملعب هتعمل ايه؟ ما انت عندك بقى العنصر الفردي والعنصر المهاري بيلعب دور في التكتلات الدفاعيه دي. انت النهارده كمدرب انت بتدي للعيبه خطوط عريضه، العنصر الفردي طبعا. انت النهارده كمدرب بتدي خطوط عريضه، النهارده التنوع من على الاطراف سواء من عند علي معلول او محمد هاني مع جيرالدو وحسين الشحات او ناصر ماهر والاختراقات تحت او عمرو السوليه دايما اللي بيخترق وبيجي من تحت، ما بيبقاش ظاهر للناس كلها وبيعمل الزياده الهجوميه. النهارده عندك برضو المهاره بقى الفرديه دي بقى بتشتغل، وفي الماتشات اللي زي دي فيها تكتلات بتلعب دور مهم جدا، مهاره فرديه من علي معلول انه يعرف يعدي ويعمل كره عرضيه، ناصر ماهر انه يقدر يعدي ويعمل باص مثلا يودي اجايل للمرمى، دي حاجات تبقى فرديه ما يقدرش يقولها المدرب، لكن اللاعب بمهارته بيلعب دور. لكن في شق تاني يا كابتن اسلام، واحنا بنتكلم عن النواحي الهجوميه واحنا بندور على الثلاث نقاط، الشق الدفاعي. الشق الدفاعي مش معنى كده ان انا هدافع، لا، لكن النهارده سعد سمير مع ايمن اشرف لازم الوقفه الصح، لازم اسئلتي ما انا هروح للكابتن ماهر اساله. كابتن ماهر طبعا لازم اساله عن السؤال ده، ده مهم جدا. احنا خلي بالك شفناه بس كابتن اتفضل في مباراه الدور الاول الخطا اللي اخطاه احمد علاء في وهو بيحضر الكوره خطفها حسام باولو واحرزها، لازم النهارده ايمن اشرف
ايمن اشرف من اللعيبه اللي بيحب يحضر ويعمل زياده عدديه من تحت، ياخد باله، لازم ياخد باله، لازم سعد سمير يكون واقف، لازم ما في كلام من الشناوي النهارده، عوده الشناوي وبرده الشريف كرامي لازم نديله حقه المباراه اللي فاتت برغم انه دخل المباراه وكان اصابه الشناوي لكن كان مركز، كان محافظ على الثبات الانفعالي بتاعه، كان لامم الفرقه، برده لازم ندي الشريف كرامي حقه. والنهارده برده كابتن اسلام لما احنا اتكلمنا في المباراه اللي فاتت وكان موجود شريف كرامي والشناوي بس قلنا لازم يبقى في علي لطفي، النهارده في قائمه صح. الاهلي في موجود علي لطفي ثالث تحسما لا يزول، وده صح يعني من النهارده ما اشتغلش على المباريات اللي في برج العرب وسافر، لا ده حتى المباريات الداخليه قدر ممكن يحصل حاجه وده شغل مظبوط. النهارده زي ما بقول لك لازم يكون ايمن اشرف وسعد سمير ليهم دور مهم جدا في التمركز الدفاعي الصح والصحصحه والفرقه بتهاجم. تمام دايما يا كابتن ماهر وبنسال دايما السؤال ده ودايما بيبقى عندنا اجابات مختلفه، يعني نادي الاهلي دايما لما بيلعب من على الاجناب، طريقه لعبه من على الاجناب، وبلال كان عايز الناس برضو تلعب من العمق شويه ولكن طريقه لعبه واسلوب لعب اداء النادي الاهلي من على الاجناب. طيب الاجناب دول اللي هم علي معلول ومحمد هاني ومن امامه جيرالدو وحسين الشحات، الدور بقى اللي هيعمله عمرو السوليه وهشام محمد ومن خلفهم ايمن اشرف وسعد سامي. هو لو قلنا ان النادي الاهلي طول عمره متورث اجيال مع اجيال واخد بالك في التكتيك زي ما اتكلمنا، التكتيك دوت الجمل التكتيكيه اللي بيتمرنوا عليها او بيشتغلوا من خلالها طوال 90 دقيقه، نعم. الاختراقات على الاطراف واخد بالك، او من العمق اللي في الدبل باص او في واحد ضد واحد او التصويبات اللي من خارج ال 18 او الحاجات اللي فيها خلق مساحه، نعم. زي ما انت قلت بقى اسلام ان دور عمرو السوليه وهشام محمد في حته انطلاقات الاطراف، لو الجنب الشمال علي معلول وحسين الشحات حصل انطلاقات من خلالهم هيبقى في تامين بالنسبه لعمرو السوليه، هو اللي هيحاول يامن الجزئيه ديت، لكن انا شايف ان عمرو كمان يعني عنده نزعه هجوميه اكتر. بالظبط هي دي النقطه بالزبط. ان احنا بنشوف زي ما اسامه اللي هي بتميزه خلال الفتره اللي فاتت ديت ومخليه عنده ثقه انه يقرب من ال 18 الخصم ويقدر كمان يسجل اهداف، وشفنا في المباراه السابقه ان السوليه هو اللي بيتابع بشكل جيد جدا وبيسيب الدور الدفاعي يمكن لهشام محمد على فترات. النقطه الثانيه لو جنب اليمين محمد هاني وجيراردو بيهاجموا من ناحيه اليمين هيبقى هشام محمد هو اللي يمكن اللي بيميل بشكل كبير جدا في تغطيه نص ملعبه. لكن عايز اقول لك يا اسلام مطلوب المرونه التكتيكيه زي ما الكباتن قالوا بلال واسامه ان في خطوط عريضه بيقولها الجهاز الفني، لكن انت بقى المرونه التكتيكيه اللي عندك او المهاره الفرديه اللي موجوده عندك بتقدر تستغلها بشكل كبير جدا كلاعب، نعم. مهم جدا انك انت تقدر تستغلها بشكل كبير جدا واحنا بنهاجم، لان في فرص وفي اوقات انت محتاج واحد ضد واحد تقدر تفوت. احنا النهارده عندنا من المهاره الفرديه موجوده في اجاييه، موجوده في ناصر ماهر، حسين الشحات، جيرالدو بسرعته يقدر يفوت، احنا شفنا في مباريات كثيره جدا لما بيبدا يفوت خلاص الدنيا اتكشفت بالنسبه له، يقدر يلعب بالعرض او يقدر يرجع الكوره للاعب نص الملعب، وبالاكيد السوليه هو اللي بيتابع بشكل جيد، فالنهارده في مرونه تكتيكيه بالنسبه للاعبين بيأدوها بشكل جيد، لكن كل ده كوم وانا بهاجم لازم عيني على خط الظهر. هي دي المشكله. التنظيم الدفاعي اللي موجود في خط الظهر النهارده بعوده سعد سمير مع ايمن اشرف مطالبين بشكل كبير جدا ان واحد يبقى مأمن، لو هو راس حربه واحد بس من الداخليه هو اللي بيهاجم يبقى واحد بس بيمسكه والتاني عامل كفرنج او عامل تأمين دفاعي من خلال التغطيه والميلان، زي ما احنا شفنا يمكن في المباراه بتاعت الدور الاولاني، مش عايزين نقول خطأ فردي لكن وارد يحصل اخطاء فرديه، لكن مهم جدا لما يحصل خطأ فردي يبقى مهم جدا على الخط بقيه الخط ثلاث لعيبه يبقى واقفين بشكل دفاعي ومنظم وعاملين نوع من التغطيه والميلان على اساس ان انا اعالج الخطا اللي هو بيحصل، ما بيفضلش لعيب لوحده اسلام قريب من المرمى، اللي هو النهارده انا راجل ماسك راس الحربه وحصل خطا مني فردي فالراجل قطع الكوره وراح للجول ما بقاش الجول مكشوف كده، لازم يبقى في تغطيه من بقيه الخط، فنتمنى ان شاء الله باذن الله الاخطاء الدفاعيه بالنسبه لنا تقل بشكل كبير، لان النهارده احنا عندنا خبرات كبيره جدا موجوده على الاطراف معلول ومحمد هاني وبعدين بالعمق ايمن اشرف وسعد سمير، فنتمنى النهارده ان شاء الله ما يبقاش في ريسك او يبقى في اخطاء دفاعيه للنادي الاهلي. طيب خلينا نشوف برضو تشكيل الداخليه في هذه المباراه وارجع اسال الكابتن بلال عن تشكيل الداخليه النهارده، محمد صبحي في حراسه المرمى ورشاد فاروق وابراهيم ابو اليزيد اثنين سوبرين و احمد رفاعي ومحمود شديد وكيفن مهيري
كيفن مهيري وإيشا إنوسا وأحمد سعيد أوكا وحجاج عويس وإسلام جابر وأحمد عبد الموجود بحبح بحبح اسم الشهرة بحبح اسم الشهرة بحبح من قصيد بحبح. طيب ده تشكيل النادي النادي الداخلية. طبعا أحمد عبد الموجود ده لاعب أساسا لاعب خط وسط يعني هو مش راس حربة صريح. هو الكابتن علاء النهارده واضح ان هو بيلعب زي شادو سترايك يعني. اوصف لنا برضه يا كابتن بلال وجهه نظرك في هذا التشكيل. بص هو طبعا كابتن علاء عبد العال بيلعب النادي الاهلي عارف ان المهمه صعبه جدا بطبيعه الحال. هو يعني زي ما الكابتن قال له في بدايه الاستوديو انت قلت اسلام في بدايه الاستوديو ان هو الداخليه دايما وهي بتلعب مع الفرق الكبيره الاهلي زمالك اسماعيلي مصر بتحب تلعب زون ديفنس بيقفل من نص ملعب. النهارده عايز يعتمد على السرعات عايز كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب كلهم يبقى عندهم سرعات مش فارق معانا. عشان كده النهارده حسام باولو ممكن ما يكونش موجود بره. طب عشان يبقى ده اللي حضرتك بتقوله ده كلام الكابتن ماهر ان هو لازم التنظيم الدفاعي اهم التنظيم الدفاعي التغطيه كمان التغطيات مهمه جدا النهارده لان انت النادي الاهلي بطبيعه الشغل الهجومي بتاعه بيعتمد على طرفين الملعب الاثنين الباكين باك رايت وباك ليفت محمد هاني وعلي معلول. فانت النهارده عندك هتبقى في مشكله لو كان في كره هجمات مرتده سريعه وما كانش في مراقبه عليها كابتن. النهارده الاثنين اللي موجودين قدام اسلام جابر مثلا وحجاج عويس مع احمد بحبح السرعات اللي موجوده عندهم تسمح لهم ان هم ممكن يخترقوا الدفاعات بتاعتك او اوكا طبعا يخترقوا الدفاع بتاعتك لو انت مش منظم دفاعيا لو انت ما بتعملش عمليه الرقابه لو انت ما بتعملش عمليه التغطيه. ففي دور مهم جدا النهارده لهشام محمد او عمرو السوليه ايهما مين اللي هيزيد ومين اللي هينتظر في الهجمه. المفروض ان يبقى في عمليه تبادليه في الغالب بيبقى خلاص هشام محمد هو اللي بينتظر لازم يعمل عمليه التغطيه بشكل مهم جدا جدا ورا الاثنين الباكين سواء اذا كان من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. مهم جدا ان المساك الثاني او السنتر باك الثاني من ايمن اشرف او سعد سمير دايما يبقى عامل عمليه التغطيه. ما ينفعش نبقى واقفين على خط واحد يا كابتن في كل الهجمات في الهجمات المرتده اللي علينا واقفين على خط واحد اي كره طوليه هنضرب فيها لان هو ده دي طريقه لعب كابتن علاء عبد العال. عايز النهارده يقفل بشكل كويس قوي يلعب الثرو باس او اللونج باس يعتمد عليها عنده الثلاثه اللي موجودين قدام عندهم سرعه. والنهارده عشان كده ما بيلعبش في محطه هو شايف ان لو لعب حسام باولو لعيب محطه بالنسبه له لكن ما عندوش السرعات الكافيه انه يقدر يعمل واحد على واحد ويروح بسرعه على على مرمى النادي الاهلي. طبعا فبيفكر النهارده ان كل النادي الاهلي عايز يهجم يضغط. ممكن يكون باولو برده عنده اصابه او ممكن. حاجه ممكن يكون عنده اصابه ممكن. بس هو ممكن يكون برده فكر بطريقه سواء 50 50 احنا سالنا صح. على ان باولو قال لك لا باولو كويس طالما موجود في التشكيل يبقى بالظبط مش مصاب عشان كده ويستغل ويبقى عنده برده فرصه الشوط الثاني لو الامور بالنسبه له يعني في حاله التعادل او خسران مثلا 1-0 يبقى عنده برده ورقه على دكه البدلاء ليه هتقولها هداف الدوري بالظبط. انت خد بالك يعني. الفرق الصغيره بطبيعتها لما في الشوط الثاني لما بتبقى مغلوبه بتتحول وضع طبيعي بتتحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فالنهارده لما يتحول هيبقى فرصه بالنسبه له لو استغل الكورسات يبقى واحد زي حسام باولو موجود بيقدر يشتغل زي ما اسامه قال كده هو بيشتغل يعني بشكل عشوائي داخل الملعب يعني فيقدر يعتمد عليه ان هو يسجل وقت بالظبط. لا مش اخبط يعني لا هي مفهوم ان هو بيجري كتير في كل حته يعني في واحد تلاقيه المدرب يقول له ما تطلعش على الاطراف او على هو من بره لا انت خليه على حدود 18 ومحطه للناس اللي جايه من تحت كرة اول ما تبقى موجوده في 18 تبقى موجود. لا هو تلاقيه نزل نص الملعب تلاقيه ناحيه اليمين ناحيه الشمال اتحرك كتير الحركه كتير دي هي اللي بتخلق فرص بتخلق فرص خاصه خد بالك الحاجات دي يعني ملعب داخلي ملعب صغير فانت كل يعني اتحركت سرعه بترو سبورت لا 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 انا بتكلم على الداخليه مش بترو كمان الداخليه اللي هو ملعبهم الرئيسي التحركات العشوائيه اللي من بره ومن جوه برده في ملعب صغير تخليك الفرص لما تجيلك هتجيلك بسهوله ان انت قريب دايما من الجول يعني مهما اتحركت بره سواء كان طرفين او شمال او حتى تحت شويه تقدر تسجل برده هدف لان الملعب صغير فسددت من اي منطقه برده الملعب صغير طيب. فهو متعود على الحته دي. فالنهارده طبعا كابتن علاء عبد العال مهم بالنسبه له ان يبقى في عنده ثلاثه سرعه قدام عشان يقدر يستغلهم في الهجمات المرتده السريعه عشان برده كمان يعمل ضغط على لعيبه النادي الاهلي. انا لما يبقى عندي لعيبه سريعه على اطراف الملعب يخلي برده الطلوع او الخروج او الهجمات بتاعه الباكين بحذر شويه. هو عايز يخلي علي معلول يثبت شويه يحط من وراه اسلام جابر لما يحط من وراه هيخلي علي معلول يبقى قلقان شويه في حته الخروج. هو ده الفكر اللي بيفكر بيه انه مش دايما لا عايز ادافع بس لا انا عايز ادافع وكمان واجبر لعيبه النادي الاهلي الاثنين الباكين انه يقللوا شويه من الخروج بتاعهم ودي ممكن تكون استراتيجيه بيفكر بيها يعني. تمام كابتن اسامه الفتره اللي فاتت او بقالنا ماتشين ثلاثه ناس بتتكلم على حسين الشحات ان هو لسه ما وصلش ل 100% من مستواه وكذا وكذا. ايه راي حضرتك في هذا الموضوع؟ حسين الشحات لو رجعنا يعني المباريات اللي فاتت لا يعني من الحلول المهمه جدا في النادي الاهلي حتى بالرغم ان هو ما بيسجلش لكن بيفتح يعني أيوة. النهارده بيشتغل مع محمد هاني بشكل كويس بيقدر يطلع محمد هاني وبدا يبقى فيه تفاهم. حسين الشحات يعني خطورته بتظهر اكتر
لما بيسيب الخط من بره ويدخل يشتغل لجوه. النهارده بيدي مساحه لمحمد هاني، لكن لا، حسين الشحات صفقه مهمه، صفقه فعاله للنادي الاهلي. في مباريات اللي فاتت شفناها، في مباراه سيمبا اللي كانت في مصر شفناه كان ايجابي ازاي ويعني مفتاح لعب، شفناه في مباراه المقصه كان احرز الهدف ومفتاح لعب مهم جدا. هو يعني غير رمضان صبحي يا كابتن اسلام، رمضان صبحي لعب في النادي الاهلي قبل كده وراح الدوري الانجليزي، وشاف الضغوط، فهو عنده النادي الاهلي، لا عارف طبيعه النادي الاهلي. حسين الشحات هو راجل محب وراجل ضحى بالفلوس دي كلها وجه النادي الاهلي، فاحنا النهارده لا، ده بالعكس احنا عايزين كلنا نأزر حسين الشحات ونساند حسين الشحات ونبقى في ظهره. لعيب مهم ولعيب يعني من الصفقات المهمه، وان شاء الله كل مباراه عن الثانيه حته الانسجام وحته الدخول مع الفرقه هيبقى اكتر. النهارده الرباعي الامامي حسين الشحات، ناصر ماهر، جيرالدو، اجاي عليهم دور مهم جدا النهارده. النهارده مش عايز بقى اشوف جيرالدو ناحيه اليمين، ناحيه اليمين بتاعتنا واقف على طول، او ناحيه الشمال واقف على طول، لا لازم يشتغل لجوه، لازم ناصر ماهر يدخل يتحرك هو لبره، نفس الكلام حسين الشحات، اجاي يسقط ياخد من ظهره عمرو السريع التحرك. اهم مكان يميز خد النادي خد هجوم النادي الاهلي في التحرك مباراة سيمبا، سيمبا التحرك، التحركات سيمبا هنا في مصر، سيمبا ان لا يوجد تقايد بالظبط. انت في وقت من الاوقات خد بالك حسين الشحات كنت تلاقيه جاي من القلب، كريم ندفد اللي هو اللي جاي من تحته بيحط له الباص، تلاقي حسين الشحات ناحيه اليمين، تلاقي ناصر ماهر بقى ناحيه الشمال، اجاييه هو اللي بيسقط وهو بقى المحطه وبيجي في ظهره كريم ندفد. التحرك ده يقدر هو اللي يعمل التكتلات الدفاعيه. النهارده كابتن علاء ابو عال هتلاقيه بيلعب مان تو مان، انت النهارده مع عمرو السليه، خلاص انت مع عمرو السليه، وانت مع اجاييه، مع اجاييه، هو طريقه لعبه كده. في مدرب يقول لك العب بالمكان، خلاص انا واقف في المكان اللي يجي لي امسكه، لا النهارده كابتن علاء ابو عال هتلاقيه كل واحد مع واحد. فالنهارده عشان اقدر اضرب التكتلات دي لازم يبقى في حركه دايما، لازم استلم الكوره وانا في وضع الحركه، مش عايز دايما استلم في وضع الثبات، لازم العب على الاطراف عشان ابدا افتح الملعب. النهارده لو فتحت الملعب هتلاقي فيه مساحات في العمق، لو بشتغل في العمق وقفل الداخليه هتلاقي فيه محمد هاني لازم يستلم من بره، وعلي معلول ما شاء الله شغال بشكل كويس. ده كله بقى كابتن اسلام الكوره العرضيه، اول ما تتلعب من علي معلول ومحمد هاني لازم نتكلم، لازم نشوف زياده عدديه في ال 18، لازم نشوف بقى اجاييه حسين الشحات نفس الكلام ده، مش عايزين نشوف اجاييه لوحده والناس كلها مستنيه الكره الثانيه، لا عايزين كثافه عدديه، كثافه عدديه هجوميه، هجوميه في ال 18. طيب. دي مهمه جدا يعني. طيب هنطلع، بما اننا كنا بنتكلم عن حسين الشحات نطلع نشوف تقرير عن حسين الشحات، لانه بيواجه طبعا ضغوط كبيره جدا من خلال هذه الايام، ولكن واحد من افضل اللاعبين اللي جم النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره حسين الشحات. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. يعني الفريق الاول طبعا لكره القدم بالنادي الاهلي دلوقتي زمانهم خلصوا تسخين ونزلوا او راحوا الاوض مره اخرى علشان يغيروا بقى هدوم التسخين والكلام ده كله، يلبسوا فانيلات المباراه. الساعه دلوقتي 8:10 دقايق وتبدا مباراه النادي الاهلي ضد الداخليه. هذه المباراه الهامه جدا جدا جدا، خصوصا بعد تعادل نادي الزمالك وتعثر بيراميدز امس امام الجونه. كابتن ماهر، الناحيه بقى الدفاعيه بالنسبه لفريق الداخليه، احنا اتكلمنا على الناحيه الهجوميه سواء بلال او اسامه، ولكن الناحيه الدفاعيه لفريق الجونه، هل لفريق انا اسف الداخليه، فريق الداخليه مش محتاج ان احنا نتكلم عليه من الناحيه الدفاعيه لانه فريق واقف، فريق متكتل واقفين، كيف يمكن الاستفاده بقى من وقوف اللعيبه دي بعيدا عن الناحيه الهجوميه؟ يعني ازاي نستفيد منها من الناحيه الدفاعيه؟ ما احنا متفقين ان علاء عشان ياخد، اولا هو بيحترم النادي الاهلي بشكل كبير جدا، ودي من ضمن المكاسب اللي بتحسب لفرقه الداخليه لما بتلعب الفرق الكبيره. رقم واحد بيحترم هذا الفريق من خلال تاريخه، من خلال لعبته، من خلال طريقه لعبه، من خلال موقفه الهجومي او موقفه الدفاعي. فالنهارده الكابتن علاء يهمه جدا ان هو التوازن الدفاعي عنده هيبقى نسبته عاليه جدا اسلام، بنسبه 70%، يعني كل 70 بس او يمكن اكتر، كان 75%. النهارده يهمه جدا هو وهو بيفقد الكوره بيرجع نص ملعبه، بترو سبورت ملعب ضيق، فيقدر هو في التكتلات ديت يقدر يحرم لاعبي النادي الاهلي من ان يلاقي فرصه، يحرم لعيبه النادي الاهلي من انها تخترق من الاطراف، يحرم لعيبه النادي الاهلي انها تخترق من العمق. فالنهارده هتلاقي بصفه اساسيه جدا محمود شديد ورشاد فاروق وابراهيم ابو زيد واحمد رفاعي، الرباعي ده ما عندهوش زياده عدديه يا كابتن اسلام الا نص ملعبه بس، يعني مش هيقدر يطلع يكمل في النص ملعب النادي الاهلي. وبعدين كيفن بالنسبه وابشه، الاثنين دول هيبقوا موجودين بصفه اساسيه قدام قلبي الدفاع، يعني عاملين ستاره
كمان عشان يعني يقدر يحمي قدامهم اثنين واقفين مش كتير، يقدر يحمي العمق كمان، لان هو عارف ان لعيبه النادي الاهلي عندها من المفاتيح من عمق، تقدر في الدبل باص في ال1 2 تقدر تخترق. احنا شفنا حاجه جميله جدا للثلاثي، اذا كان رمضان او اذا كان حسين او اجايد، بيعملوا ال1 2 3 في العمق، صح؟ وشفنا الجمله دي اتكررت اكتر من مرتين ثلاثه. فالنهارده علاء يهمه جدا ان الجمله دي ما تتكررش وهو بيدافع بشكل كبير، فهيبقى تكثف للرباعي امام ال 18 بشكل كبير. وبعدين هيبقى اسلام هينزل يساعد من ناحيه اليمين، وحجاج هينزل يساعد من ناحيه الشمال عشان يحرم علي معلول. يبقى 4 5 1 بالظبط، 4 5 1 يبقى في ستاره قدامه في ال 35 يارده اللي هي الدفاعيه، يقدروا بشكل كبير انه ياخدوا ثقه، ما يروحش حاجه على ثلاث خشبات، ما يروحش حاجه على محمد صبحي، وده بيديهم ثقه بعد كده انه يقدروا ينقلوا بقى من الحاله دي للحاله الهجوميه من خلال انطلاقات الكره المرتده بالذات. تمام كابتن بلال، اخيرا تتوقع نتيجه المباراه ايه؟ يعني ان شاء الله اتمنى الاهلي يكسب النهارده 2-0. كابتن اسام، يعني فرصه النهارده تعادل الزمالك مع طلائع الجيش فرصه، فانت النهارده عشان يعني ان شاء الله ناخد الدوري، فانت في طريقك بيظهر لك فرص، لازم تغتنم الفرصه النهارده، هي بدايه الفرص النهارده. النهارده ان شاء الله ربنا يكرم، زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام والكباتنه، اهم حاجه النهارده ثلاث نقاط، ما يعني ما بدورش على الاداء. انت مش فارق معاك الاداء؟ لا مش فارق معايا الاداء، اهم حاجه ثلاث نقاط بس. النهارده ما يبقاش فيه برده استعجال، النادي الاهلي النهارده اللعيبه انا نازل الزمالك تعادل، فيبقى فيه بقى الصربعه في الكوره، لا انا مش عايز، لازم يبقى فيه هدوء، فيه سرعه مش فيه تسرع، لازم يبقى فيه رغبه في المكسب وان انا اخلص المباراه بدري. جبت جول، لازم النهارده اغطي الهدف بهدف تاني، عشان نشوف ان النهارده يعني فضلت مباراه الزمالك وطلائع الجيش متعلقه لاخر دقيقه 2-1 فطلعت عادي. المباراه اللي فاتت احنا الانتاج لغايه اخر دقيقه انت واقف الكرات الثابته يعني. تمام، انا بشكر حضراتكم كباتن مصر كابتن ماهر امام، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنروح بقى نتفرج على المباراه، وبعد المباراه نلتقي مباشره وكواليس ما سيحدث بعد نهايه المباراه في ملعب الاهلي. انتظرونا بعد نهايه المباراه مباشره.